اليوم غادي نهضروا مع عبد العزيز الروي. عبد العزيز هو مهندس في شركه جوجل وفي نفس الوقت عضو نتاع اللجنه العلميه ديال ام سي بي سي، المسابقه الجامعيه للبرمجه. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على بزاف نتاع المواضيع، منهم كومبيتيتيف بروغرامينغ ولا البرمجه التنافسيه، الكودين انترفيوز، الكتوبه، الكريبتو ومواضيع وحدين اخرين. الا كنتي كتشوف البودكاست في يوتيوب ما تنساش دير لايك وسبسكرايب، الا كنتي كتسمع البودكاست على احدى المنصات الصوتيه سواء سبوتيفاي، جوجل بودكاست، ابل بودكاست وغيرها من المنصات، ما تنساش تعطي الريتين ديالك. نتمنى ان شاء الله ان البودكاست يعجبك و تستفد شي حاجه. ليتس جو. سيدي مرحبا بك. مرحبا فيك. اسمح لنا على التاخير، كاين شي لعيبات عطاب تقنيه وصافي. بعد واحد القضيه كنت انا كنقلب دابا نورمالي، انا فاش كنجي كنقلب على شي غاز كنمشي للانترنيت السوشيال ميديا، انت ما كاينش اصاحبي في السوشيال ميديا. سي هو دوزت واحد الوقيته اللي كنت ديكونكتيت من السوشيال ميديا فور تقريبا شي عامين، كنت حيت فيسبوك انستغرام كنت حيت حتى هو في نفس الوقيته، من بعد رديته فور فيو مانس وما عجبنيش الحال ثاني عاود حيدته. تويتر ما كندخلش ليه بزاف، ما عندي قديم زعما من شحال هادير ما ماشي اكتيف فيه. لينكدين كنطلع مره وصافي، يعني اون جينيرال فيسبوك لينكدين وواتساب فور فاميلي and friends ولا private stuff you know. Okay, what do you think about what social media in general زعما دابا هي فيسبوك قلتي؟ لا دابا رجعت فيسبوك ولكن ما كنخدموش بديك الطراجه اون جينيرال، ولكن المهم انا كنت حيدته ولا بغيت نشرح لك زعما السبب اللي علاش حيدته. انا كنت من يعني من الصغر تقريبا من ايام ام اس ان وقبل ام اس ان وداك الروينك حنا شحال يعني قبل فيسبوك، ومن بقى كنت اكتيف تماك بزاف، والبليا راك عارف كتبدي شويه اديكتد، وفيسبوك تقريبا عندي من قبل 2009 ومني كتبقى تخدم فيه بزاف يعني كل عام، وكتدوز فيه كوليج ليسي لافاك. ملي كتجي تولي ملي كتجي تبدا سورتو الوقيته اللي كتبغي تقدر تقلب على خدمه ولا تبغي تمشي شي بلاصه ني كتولي تبغي تبريباري شي حاجه احسن، كيولي بزاف ديال ديستراكشن. داكشي علاش داك لا بيريود اللي كنت صافي غنحاول نقلب على فين نقدر نمشي انستغرام مزيان وشي حاجه اللي تعجبني فين نخدم، كنت ديكونيكتيت واحد الوقيته وصافي. انا عجبني الحال انه ما كاينش داك الكونيكسيون مسات، وتشد الفاكس ديال انني كنت بقى ديما نشوف فيسبوك صافي نسيت وكاع في خطره بحال الا ما كاينش. ولي لبس دازت واحد عامين وين صافي ارتحيت مزيان رجعت شويه فيسبوك، ولكن المهم السوشيال ميديا اون جينيرال ما بقاش عندي معاهم بزاف. يا زعما انت البوينت تاع ديستراكشن زعما ما كتش تقدرش تركز. حيت انا كان يا كاين الناس اللي كتجيهم عادي مثلا فيسبوك انستغرام ولا شي، ولكن انا هاو اي يوز تو يوز السوشيال ميديا كان بالنسبه لي شي الطريقه اللي ما مزيانه انك تخدم في هذيك السوشيال ميديا، يعني كتبقى فيه اكتيف بزاف، واللي درجه انه لقيت راسي واحد العام كنبقى نسكرول من بعد كتصافي كتسالي كتطلع الفوق اكتواليزي وتعاود تاني طابط ومن مرات كتلقاه ثاني ولا كتطلع لك اي حاجه ما كتبقاش فيلتري. دونك من بعد ملي كتاخذ منه بريك كتولي ملي كترجع كتلقى راسك باللي كنت كنشوف انا هنايا كيفاش حيد شحال من حاجه كيبان لك الامباكت. دونك على حسب كل واحد وكيفاش كيتعامل مع السوشيال ميديا. انا كنت عندي داك الاديكشن من كنت صغير مع الانترنت وداك الشيء، دونك ما قلت من الاحسن ناخذ بريك، وكان ثاني تشالنج زعما بغيت نشوف زعما هاو فار كان اي جو ويلي. كان شويه صعيبه في ديك جوج سيمانات الاولى وشهر تقريبا، من بعد صافي كتولف. يا انا صراحه انا كنت انا حيت انا فيسبوك، المهم انستغرام ما كنتش تبليت به، فيسبوك كنت مبلي به بحالك تقريبا، انا من 2010 تقريبا سو كنت مبلي به، وفاش حيدته يا كيبان داك الامباكت كتفيق شويه باش كتحيدو يا كتخص ضروري ترومبلاسي داك الوقت اللي عندك سميتو خاوي كتعاود ترومبلاسي بشي حاجه، وعلى حسابو جاني شنو
فاش غتلاوح يعني، واش غتلاوح لشي حاجه اللي مزيانه ولا تمشي من السوشيال ميديا لسوشيال ميديا واحده اوكي اخرى فين تلهتي انت؟ على حساب كاين اللي كيرومبلاسيها بالقرايه. فين مشيتي انت؟ انا كل مره شنو تيكون مي جو بونس جو مغابيل هذيك البارتي الاولى فاش كنت حيدته ما كان عندي واحد الوقيته خاويه بزاف وما كنتش كنقرا تقريبا كتبه كاع في الفتره ما زعما ما كنتش زعما كنقرا كاع كتب يعني ميم ديك اللي كنا كنقرا في الليسي وداك الشيء ما قصتهمش. دونك حاولت نقرا زعما شي كتبه اللي الناس كانوا تيريكومونديهم ليا، كانوا دي كتبه ديال سيلف ديفلوبمنت وكتبه ديال سايكولوجي وداك الشيء من بعد داك ستوريز وفانتازي بوكس وداك الشيء. المهم ماشي بزاف مي اتليست واحد الوقيته اللي كتقدر تقرا تلقى راسك تقرا شي كتاب تكملو دوز كتاب واحد اخر فهمتي، ملي كتلقى راسك تقدر تبقى مكونسونطري مع واحد الحاجه اكثر من كثر اللازم اكثر زعما من الوقت اللي كنتي تقدر ديرو قبل. ماشي كتبقى جالس شويه كيبان لك نوتيفيكاسيون في التليفون كتلا واحد تشوف شنو كاين تماك ولا كيبان لك غير دوك كتشوف كتكون شويه خايبه بحال هكاك. دونك كتولي مديكونيكتي وكتقدر كتقدر مثلا تقدر تبغي غير تسافر ولا شي حاجه فهمتي، ما كتبقاش عندك داك ديستراكشن اللي كيبقى عندك واحد الوقت كافي اللي تقدر تفكر فيه بزاف ديال الحوايج الاخرين. يا كانت تقريبا هذه الحاجه اللي الاخر وميم طون كانت يعني كومبيتيتيف بروغرامين اللي كانت واحد الوقيته وبريباراسيون انترفيوز تقريبا هذا الشيء اللي كان. يا انا نهضروا الكومبيتيتيف بروغرامين قبل نهضروا على ام سي بي سي جو بونس داز ام سي بي سي داد العام. يس كي داز السيمانه اللي فاتت انا ما كنتش هذا العام هذا ما كناش حنايا جادجوز فيه كانوا ما عرفتش هنا دوله واحده اخرى. دونك حنايا حتى النهار تقريبا ديال الكونتيست هاد عرفنا بروبليم سيت. انا البروبليم سيت بالنسبه لي انا باش نهضر زعما على البروبليم سيت اون جينيرال حيت هو الحاجه اللي كانت كتهمني يعني في الكونتيست كامل هو المهم البروبليم سيت حيت هو اللي كنا غنتبازاو عليه باش نشوفوا شنو هما لي زيكيب اللي غادي نقدروا نصيفطوا الاي سي بي سي. دونك كنا دزنا البروبليم سيت شفنا ديفيكولتي داك الشيء المهم كان با مال واخا جو بريفير انه كنا نقدروا نخدموا عليه حنايا راسنا حيت كنكونتروليو الليفل كنقدروا نشوفوا داك الليفل على حساب الكونتيستنس اللي على حساب الكونتيستنس اللي كاينين وداك الشيء. دونك عجبني زعما واخا هكاك البروبليم سيت كان با مال بالنسبه للنيفو. النيفو ديال لي زيكيب حسن من 2 سنين قبل which is nice و سورتو لي 3 زيكيب الاولى داز جو بونس دابولا تيتشي دابولا و 1337 واي نوت واقيلا شنو اخر ولنسق نقرا اوكي لنسق نقرا يا لنسق نقرا افونسون مزيان ما بين العام اللي فات وهذا العام هذا بالنسبه لي انايا. لا فاك ديال الرباط والزابولا هو السميه ديال ليكيب ديالي انا ومعاد قبل دونك خداو ياك دابا انا فاش طابلو دغيزي طا كنقول ويلي اصلا باش نقول راه هادي شتا شي عامين هادي في جنجة هادي كنقول شنو هادشي اوكي صافي غير خداو السميه. المهم حيت هما يعني لافاك ديال الرباط قاعد السميه ديال لافاك ديال الرباط دونك سميتو خدموا مزيان زعما هذا العام هذا بالخصوص. العام اللي فات اللي ما وقعوا جو بونس با كانوا هما الوينرز ديال ام سي بي سي ولكن كان ريزولتا مزيان. كان عندهم ان بروبليم ديال يعني ما كاينش تقريبا ليكيب ما كانش ريدي كامله دونك هذا العام هذا ليكيب با مال زعما مقارنه مع كتجيني احسن من العام اللي فات تقريبا واخا بالنسبه لي انا كنشوف يقدروا يكونوا احسن ولكن والريزولتا اللي كما قلت لك ديال لي 3 زيكيب الاولى بعدا بالخصوص وحتى لي زيكيب ديال انسياس اللي كانوا في الطوب ولي زيكيب واحد اخرين كانوا مزيانين زعما وحنا كنقارناهم حتى مع لي زيكيب ديال تونس شويه اللي حيت ملي غنمشيو لاراب ريجن راه غتكومبيتي كاينس هاد لي زيكيب ديال تونس وشويه مصر. وجاني بالنسبه لي انايا ريزولتا مزيان. ام سي بي سي كانت شويه ما حضرتش زعما البريباراسيون ديالها اون جينيرال مي انا كتجيني باللي ليكيب اون جينيرال دارت خدمه زوينه حنا ما كنكونوش انفولف بزاف. يا دابا نتوما انت في يا انت في ساينتيفيك كوميونيتي نتاع ام سي بي سي سو دابا نتوما كديفينيو دي بروبليم الاذر كومبيتيشن زعما الاذر كونتريز البلدان الاخرين. هذا الشيء اللي كان هذا العام هذا هو حنايا الساينتيفيك كوميتي المغرب غادي تبريباري بروبليمز والبروبليمز اللي ماشي ضروري غيكونوا يقدروا يكونوا في عرب ريجن ولا يقدروا يكونوا في يعني غادي تخدموا في اذر ريجنز على المغرب يعني ما عدا تونس والجزائر اللي كانوا دازوا في الكونتكست اللي فات. دونك سي بروبابل يكون مثلا الكويت ولا اردن ولا شي حاجه المهم ما عرفتش اكزاكتومون فين غادي تخدم ما عنديش دي ديتاي حيت القصايص هو اللي ولا هاد ديال الساينس دابا انتوما بريباريتو البروبليم سيت ولا باقي
سي سي بريباري لنا البروبليم تاعك، كان خصو يتبريبارا من شحال هادي غير كان ديلاي في شي حاجه، وكان عندنا ديك كريتير على شنو هما الحوايج اللي خصنا بريباريو وكيفاش خصو يكون بروبليم تاعك. وخدمنا عليه احنا يعني ليكيب كامله خدمت على على البروبليم تاعك. عندكم عندكم واحد انا سبيسيفيك في البروبليم يعني، عندكم واحد سكواد باش تقول كسيس مهدي سهيل سهيل في نقراو انا وخلي ليت ابراهيم سويت دابا راه صافا دابا راه صافا راه الاول في الاول راه كنا كنستراغلي وحنت كنا تقريبا جوج ثلاثه ديال الناس اللي ولا يعني كتلقى راسك ماكسيموم اربعه ديال الناس اللي كي بريبار كي بروبوزي بروبلمز وي ريلاي اون ذا اذرز باش نو تيستيو داك الشيء، وكتلقى راسك ديما مستراغلين اننا نجيبوا داك يعني 10 ديال البروبلمز ولا 12 البروبلمز بداك الليفل اللي بغينا. هاد العام كان مزيان وانا وكانوا بزاف ديال الدراري واخا كنا نقدروا نديروا احسن، ولكن لي كريتير اللي كانوا واش كانوا شويه مزيرين ما قدرناش نبريباريو دي بروبليم اللي يكونوا سوبر هارد، ولكن اتليست بقينا في لي نورمال. ديال شنو هو البروسيس باش كتبريباريو البروبليمز؟ واش كتقراو كتوبه لي كود واش لا حيت واحد من لي كريتير اللي كانوا بعدا اصلا اللي كان ضروري هو ديما خص يكون هذاك البروبليم بحال كتقول ايديا جديده هو لا سي فري، ما يمكنش تجيب شي بروبليم اللي ما عمرك شي ما زعما ما كاينش في حتى شي بلاصه، حيت راه ما يمكنش تشوف كاع البروبليمز العالم كامل. دونك حنايا راه ان فوا مثلا شي واحد جاب شي ايدي وشي واحد عارف داك البروبليم راه بيزيك ايديا راه كتكون فلاغ زعما هذا راه ايديا بيزيك دير ومين يشرح لك زعما كل واحد وكيفاش كيبريباري البروبليم ديالو. وحنايا حنا البروسيس اون جينيرال هو كان بريباري بروبلمز، كل واحد كيبريباري بروبلمز من عنده وكنجمعوا بروبلمز بانك ولا شي حاجه بحال هكاك اندان كنفيلتريو بيست اون ديفيكولتي. حيت مثلا تخيل معايا كلشي بريبارا بروبلم ايزي دان ما غاديش ناخذ الكونتكست كامل ايزي، مع ذلك كان عنده بيربز هو انه يكون ايزي وكناخذوا ديك الفاريتي ديال التوبكس وداك الشيء. مي انا شخصيا زعما شخصيا كيفاش كندير كنبريباري بروبلم هو كنكون بعد خطرات كنقرا شي حاجه اولا كتكون شي تيوري ولا شي حاجه اللي سميتو عجبتني ولا طاحت ليا شي ايدي، تقدر تكون شي حاجه في الخدمه ولا شي حاجه اللي سمعتها في شي بلاصه وحاولت نجبد منها واحد الايدي ديال البروبليم. كنبدا بايدي وكنحاول نحط كاع لي بوسيبيليتي ديال البروبليم زعما الفاريتيز اللي يقدروا يكونوا. حيت بعض المرات كتقدر تكون عندك واحد الفاريتي ديال واحد البروبليم كتلقى راسك امبوسيبل تصور بيه ولا كيقدر يكون انتي كومبليت، يعني كطيح سيتوياسيون الا قلبتي مزيان تلقى انتي كومبليت ما عندكش كيفاش تسولفي. واش بغيتيها عاوتاني هذاك البروبليم يتحط بحال هكاك؟ حيت ملي كنقولوا انتي كومبليت كاين الناس اللي واه غتحط البروبليم غتبان بلي بروت فورس خصها دار صافي غيدير بروت فورس وغدوز، ولكن ماشي داكشي اللي كتبغي نتايا. كتكون مثلا اجي نشوف واش كاين شي بروبليم نقدر ندير تويكيه كتولي يعني خصك تلقى واحد التويست ولا لا دابا لا دابا الا كان دابا شي بروبليم ودار شي واحد بروت فورس سولوشن كدوز في الكومبايلر ولا داك لا سو كيف ما شرحت لك انه حنا كنبداو بايدي وكتحاول تلقى لي اسرع سولوشن بوسيبل اللي تقدر تلقى نتايا بروف ديالها. تقدر تكون مثلا تلقى شي اوبزرفاسيون غريدي ولا تلقى بلي خصك تخدم خدمت واحد داتا ستراكشر غاتجيب لي داكشي فاستر، يعني كنت تقدر تنطلق انت من واحد الايديا ديال انني غنخدم هذا التوبيك يعني مثلا غنجي وغنقول غنخدم سترونغلي كونيكتد كومبوننتس في جراف فهمتي، غادي نجي وغنبدا بايديا ديال سترونغلي كونيكتد كومبوننتس وكنبدا نتويستيها وعندنا كنلقى شي ستوري وكنخبيها مع شي حاجه واحده اخرى، اولا كنقدر ندير بلي خص تلقى مثلا تجمع سترونغلي كونيكتد كومبوننتس وتلقى لهم واحد الانفورماسيون ديالها ودير مثلا شي مات فورمولا باش تلقى واحد الانفورميشن. سو كاين اوف صافي يعني انت كتبقى تلعب بالايديا على حسب التوبيك اللي بغيتي وعلى حسب الايديا اللي عندك. مي كيما قلت لك تقدر تبدا من ايدي وتبدا من توبيك وايدي كترد داك السولوشن اللي تقدر تكون فواحد التوبيك سبيسيفيك، وماشي ضروري غتلقى سولوشن اوبتيمال. حيت بدا خطرت ملي كنحطوا البروبليم في ديسكاشن كيجي واحد يقول لك وا يو كان دو ذيس او لا وات اف يو دو ذيس، حيت ما تنساش بلي نقدر نلقى واحد البروبليم ونحطو ياك. دابا ديك الساعه في البريباراسيون ديال البروبليم كاينين ثلاثه ديال لي فاز اللي تقريبا واللي مهمين هو البريباراسيون ديال البروبليم سيت ديال ستيتمنت خصو يكون ديتاي مزيان كيشرح لك اكزاكتلي شنو خصك دير ما يكونش امبيغوس وكاع لي ديتاي اللي بوسيبل كونتيستنت يسول او موست كونتيست كنسولهم حنا قبل دورين ديسكاشن مع بعضياتنا. الحاجه الثانيه هي انه ملي كتكتب سولوشن كنختاروا لي ليميت على حساب هذا السولوشن اللي درنا حنايا، حيت السولوشن ديال الجاج خصها تدوز فهمتيني واي حاجه فاستر ديال الجاج خصها تدوز. دان كاين واحد الحوايج اللي كيكونوا صام سولوشنز اللي ما خصهمش يدوزوا بيكوز دي ار رونغ، يعني مثلا غريدي غنبقى نهز من هنا ومن هنايا وغنلقى واحد فهمتيني غريدي ابروش باش نسولفي.
So the exact either the greedy approach works because prove it and it works. أولا كتحاول تلقى التيست كيس اللي ما غاديش تخدم فيه. يا ملي كتلقى التيست اللي ما غاديش فيه خص يكون عندك التيست في التيست سيت ديالك. انت ما غاتبغيش مثلا واحد كيتقاتل ولقى سولوشن عارف غريدي ما خداماش يلقى سولوشن في الاخر يجي واحد يصيفطي غريدي ودوز. دونك انت خصك تكون عارفها قبل ولا برود منين ديك الساعه. وثاني كاين واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي برود فور سولوشنز مثلا ولا سولوشنز اللي سلوور ذان وات يو اكسبكت. مثلا انت يو اكسبكت ان لوغ ان واحد غادي يثبت ان سكوير يعني كتصيفط الليميتس على اساس انه ان سكوير ما دوش يعني مثلا 10 تو باور اوف 5 ان سكوير ما غادوش ان لوغ ان غادوش. يس مثلا وكتحط سولوشن اللي سلو اللي ما خصهاش دوز وكتفيريفي بلي راه ما غادوش في التيست سيت ديالك. وبيان سور كاين حوايج واحد اخرين اللي منهم فاليداسيون ديال كنكتبوا فاليداتور اللي كيفاليدي بلي الانبوت كوريكت يعني داك المشاكل ديال واش الانبوت راه ماشي كونفورم ولا يعني مثلا كاين شي واحد شي كان واحد مثلا شحال هذه فاش كان داكشي كلاسيك كتقدر تلقى مثلا واحد الحاجه ما تمونسيوناتش في ستيتمنت ولا مونسيوني في ستيتمنت ما خصش يكونوا سيلف لوبس وكتلقاه بلي راه كاين سيلف لوبس مثلا في الجراف. حيت التيست جينيرا راندوملي وفهمتيني وما تفاليداش. دونك نديروا واحد فاليداسيون. كاين فاليداسيون ديال سبيس كومبلكسيتي ولا غير تايم اذا درتي على ولا بجوج ولا واتش. تقدر دير سبيس كومبلكسيتي تقدر دير سبيس كومبلكسيتي مي صعيب بيرسون يعني in my experience عمري بروبوزيت شي بروبليم اللي كانت البوتل نيك ديالو هي سبيس. سينون كتكون باينه اوبفيوس ما تقدرش تخدم داك سبيس. يعني خص نعطيك مثال هو كاين شي بروبليمز اللي تقدر مثلا يكونوا الرينج ديال نمبرز ما بين 10 تو ذا باور اوف 9 و 10 تو ذا باور اوف 9 وكاونتي شي نمبرز مثلا فشي لعيبه ولا دير تخدم سيجمنت تري ولا باينري اندكس تري ما يمكنش تخدمها على داك داك من يعني 2 10 تو ذا باور اوف 9 رينج. داك الساعات هاد سام تكنيكس اللي كيجيو واللي خص الكونتيستنس يكون عارفهم ولا كديرهم كدير كومبريشن مثلا باش تقدر دير واحد الرينج صغير وتقدر تابليكي على داك الالغوريثم. سو جينيرالمون راه سبيس كومبلكسيتي كتقدر تكون ولكن ما انديريكت كاين زعما كيفاش تريزولفيها. مي زعما بيرسونيلمون عمري حطيت شي بروبليم اللي اولا شفت كاع شي بروبليم حطيناه زعما اون لا هيتمرات يا هيتمرات دابا كتكون المهم الاوبتيمال سولوشن كتكون المهم تمرات مثلا عندك سبيس الاو ان ما تقدرش فهمتي ما تقدرش تهبط على الاو ان وعندك الخدمه كلها كاينه في سبيس فهمتي ما عرفتش المهم انا بيز دونك شي مرات ما غير واش كتفاليدي هادشي ولا لا ذات مي يا حيت ما تنساش بلي كاين يا حيت يا هو نورمالمون غادي تفاليدي يعني الا كان هذاك هو البوتلنيك ديالك بيان سور غتفاليدي غتصايب سولوشن اللي كدير داك الحاجه اللي ما خصهاش دار و كتصايب تيست يعني ملي كتجي كدير انفوكيشن باش كتشوف السولوشن ديالك واش كدوز الوقت والتايم والميموري اللي حطيتي نتايا فالتايم والميموري وفي التيست اللي باسيتي تقدر تكون ما كدوز فيهم كاملين باش تعرف بلي كاين شي حاجه ماشي تالي دونك كتفاليديها. هذاك المثال هو بعض المرات كنقدر نبروبوزي شي بروبليم واللي كتحط سولوشن ديالو بجافا وكتلقى واحد كيدوز السولوشن ديالو ملي كيدير السولوشن بجافا يعني بروت فورس بجافا ما كدوش كيدير بسي بلس كدوز غير يكتبها بسي بلس بلس غادي دونك هنا كيولي مشكل وشنو واش كيغادير تسولفي كي غادير تحل هذا المشكل هذا ديبيندز على بروبليم سيت و يور اكسبيرينس زعما عاد يا شنو انت درك لهاد الصداع ديال السي بي it's not like the mall ماشي صداع ما نكذبش عليك زعما it's صداع بالمعنى الايجابي يا اوكي فهمت شنو طرا اول مره كنشارك انا في كونتيست هو انا كنت بعدا في الكلوب ديال روبوتكس فلافاك وواحد واحد سميتو واحد فراند كان معنا في الكلوب قالت لنا بلي راه كاينه ام سي بي سي وداك الشيء حيت هي كانت معاهم مروه الرايد عرفتيها لا صراحه معاهم في لورغانيزاسيون ديال كانت معاهم في لورغانيزاسيون ديال ام سي بي سي قالت لنا انا ومعاد راه كاين هنا جين جي دي حنا ما عارفينش شنو هي جين جي دي داك الشيء كنا زعما تنقراو انا جو بونس كنت كنقراو في ايدر ليسونس ولا دوزيام اني ليسونس واقع على داك العام ياك كنقرا في ليسونس ممكن كان عندك واحد الباك جراوند ديال البروغرامين داك الشيء ولكن انت قريتي واخا قرينا جراف قرينا داتا ستراكشرز كاين بزاف ديال الحوايج راه ما عارفينهمش سو مشينا لداك مشينا لك جين جي دي كانت اول مره غدار تما كدارت بسكوريفاي
مشينا شاركنا، كان عقل بلي كانوا يعني توب كومبيتيتورز ديال القدامين، منهم الاخوين، منهم منصف محاسن الى عرفتي هو كان ديال الام واي، وكانوا بزاف ديال الدراري اللي من بي تي، من لينصا ديال لينصا مكناس، لينصا مراكش، واخوين لينسياس، كانوا بزاف ديال لي زيكيب اللي واعرين تماك، وحنايا ما عارفين والو، مشينا تماك ما ما عارفين تقريبا داك الشيء. حطونا داك البروبلمز، كنعقل بلي صاروا هنا تقريبا جوج البروبلمز تماك، وبقينا مقاتلين مع شي لاخر، وكتبقى تسميتي كتجيك تايم ليميت اكسيدد، كتصيفط لك ديك البروبلم كاع، كتقول شنو هو هذا الشيء هذا، فهمتي ما كتبغيش نبغيها تخدم يعني، واه كتحاول تلقى شي ايدي، ولكن حنا راه ما عارفين ما نكتبش عليك زعما، انا ما كنت كنعرف شنو هي الكومبلكسيتي، ولكن مع عمري زعما كنت براكتيكلي طحت في سيتواسيون اللي كتحاول تعرف بلي كومبلكسيتي راه ما غادوش، يعني كتعرف بلي كتحاول تكومباري جوج ديال السولوشنز في البراكتيس، يعني في الاول انت كتعرف الكومبلكسيتي ما حتىك ما تحطيتيش وعرفتي بلي واي ذيس از فاستر ذان ذيس، ما ممكن تشوفهاش واحد الانبوت وكتشوف السايز الانبوت وكتعرف تحاول تريزوني معاها، راه كت ما كتكونش عارف هادشي، يعني ما كيبانش لك زعما، واخا تكون فاهمه مزيان مع البراكتيس كي كديفلوب اكثر. داك الكونتيست داز تقريبا ميزرابول بالنسبه لينا حنايا، حنا كتخرج شويه هي كانوا جوج ديال لي بارت، كانت بوزيتيف ونيجاتيف. نيجاتيف هو انه بقيت تحس براسك فهمتيني ناقص بزاف، وكتشوف الناس مثلا كاين فواحد النيفو اللي طالع بزاف، يعني كتشوف الناس كيخدموا بزاف ديال البروبليمز، وانت يلا تقاتلتي مع جوج بزاف ديال النفاخات. ما قلتوش داك الشيء اللي كان النفاخات، ولكن المهم كانت شويه عطيك العقلان، عطيك العقلان اسمعني، كان عقلت انه كنا مشينا وعطيك داك بدا بزين، يلاه لا لينا بروبليم تنضر واحد الدراري في الاخوين، عطي 10 نفاخات جوج هذا الصوا يا دابا هذا هو المشكل اللي كيطرى دابا، انت ما كتكونش عارف ما كتريزونيش، كتقول كيفاش داروا ليها، ايزي دات هارد، ايزي دات ايزي، فهمتيني، كتولي عندك واحد بزاف ديال الكويشنز كيجيوك فراسك ما كتعرفهمش، واش كتقول واش انا فهمتيني واش انا ناقص فهمتيني، كتولي يجيوك واحد الكويشنز. ولكن الحاجه اللي كان زوينه هو انه كنضيع غادي لونسي سكوليفاي، كيف احنا بقينا شي داك اللعبه اللي تبقى باغي تيك ريفنج مثلا، يا حيت كتدخل بحال دخلت فيك البلد ديال الكومبيتيشن، صافي راه باغي كنكومبيتي اغينست الناس، خصني ندخل الكومبيتي، ضيع كان غادي لونسي سكوليفاي، بقينا متبعين متبعين متبعين، كنعقل انا داك العام كانت غدير ام سي بي سي، العام اللي قبل كانت دارت الاي سي بي سي في مراكش، فاش كانت نتواصل في المغرب العام اللي وراه، which was one of the greatest thing وقع اللي داروا في المغرب في ذاك الوقت، هو انه كانت غتنظم الام سي بي سي في الاخوين، ما كنتش عليك انا ما كنتش كنعرف شنو هي الاخوين في ذاك الوقت، كانت غتنظم في الاخوين، ما كنعرفش شنو هي ام سي بي سي، ما كنعرفش شنو هي اي سي بي سي، جاوا قالوا لنا راه كاين واحد الكومبيتيسيون دابا، جاوا هضروا مع كاع لي زونيفرسيتي غادي يصيفطوا ضروري دي زيكول دي زيكيب من كل لا فاك ولا يونيفرسيتي، يعني مشاو تقريبا كل شيء حداك الام سي بي سي داس مزيانه. انا كنت ديك الساعه يلاه تسجلت في الماستر، موعد كان باقي في لا ليسونس، وشنو طرا هو انه منين جاوا هضروا مع اليونيفرسيتي، جاوا هضروا نيشان مع جوج ديال الماستر، مع جاوا هضروا مع ديبارتمون ديال الانفورماتيك، ديبارتمون ديال الانفورماتيك كانت واحد الماستر اللي فيها كاع لي بروف تقريبا، هي اللي كندير انا ديال لي بروف ديال ديبارتمون، وكانت واحد جو بونس كانت واحد الماستر واحده اخرى اي تي، دونك شنو داروا، هما جمعونا حنايا ثلاثه ديال، جمعونا جوج ديال ليزيكيب واقيلا، واحده من هاد الماستر واحده من هاد الماستر، دونك جمعونا ثلاثه ديال الدراري، انا عارفو بلي كانت عندي واحد الاكسبيرينس مع داك الشيء، جمعونا مع واحد جوج دراري واحد اخرين، قالوا لنا صافي غتمشيو، يعني داونا في الكار ديال اليونيفرسيتي، كنا مشينا واقيلا ما قلتش مشينا مع ليزيكول الاخرين واقيلا، المهم داونا في يعني داونا ترونسبور، مصيفطوا معنا دي بروف، خلصوا علينا كلشي تقريبا تماك، ومشينا فينا دوزنا الام سي بي سي، ديك الام سي بي سي هي دازت ميزيرابل بالنسبه ليا، حيت انا كنت فهمتيني ديت كنعرف شي حوايج ولكن دابا باش نجي تماك كنعقل بلي يعني كاع داك ستوبيد ميستيكس اللي انفو كتسالي كونتيست وكتقول اش درت هادي، يعني مثلا كنعقل بلي سولفينا تو بروبلمز، ذا ثيرد بروبلمز عرفتي شحال سددت فيه ديال سبميشنز، مني عرفتي المشكل اللي عرفت من بعد هو المشكل اللي كيطرى لكل شيء هو داك اللعيبه ديال الانت مع لونغ اوفر فلو، يا فهمتيني ما عرفتش انا وقعت لي انا واحد الانت مع لونغ في واحد البرودكشن اصاحبي، عرفتي راه روينه واحد البرودكشن سولوشن، المهم ديك الساعات كتعرف كتولي صافي ديما كتضرب لك بالك صافي، هي الاولى كنعقل بلي كان واحد البروبليم فيري ستاندرد هذيك لونغست انكريز ان سب سيكونس، يا
وانايا كنعقل بلي في ذاك الكونتيست اي امبلمنتد بروت فورس، يعني بس امبلمونتي بروت فورس في ذاك الكونتيست. طول بزاف. انا ما عارفش ليه داينا ما غدوش وكن سميتي فيها وكنقول غن اوبتيميزي واش اوبتيميزي الله يهدي. يا باش كتكون دابا غادي في واحد الراوت، كتكون غادي في واحد الراوت انت على اخر ما عندك متى يا كوريكت كاع، ولكن فهمتيني يعني اي نيو بلي كان عندي واحد باور ديال انني نقدر امبليمونتي سولوشنز، ولكن اي لاك داك النوليدج وداك البراكتيس. دونك داك الام سي بي سي ما سكواليفايش للاي سي بي سي، وما كنتش انا ومعاد داك ليكيب. العام اللي وراه صافي حنا عرفنا بلي كاين ام سي بي سي وداك الشيء، صافي العام اللي وراه معاد صافي حنا راه غادي نمشيو للام سي بي سي، وكانت غيكون جين جيدي وغتكون كوديس وداك الشيء. كان ديك الساعه ثاني تلونساس سميتها سكوليفاي، وسكوليفاي كانت هي البلاتفورم اللي كنا كنبريباريو كندخلوا ليها ديما. يعني انا ومعاد راه كنا ديما تماك، الدراري كانوا بزاف، كانوا دي كومبيتيسيون اللي تيكونوا كل شهر كل سيمانه رمضان. دونك كتعاونك يعني كتولي تعاونك في تعرف النيفو ديالك تقريبا في الاخر، كتبقى اجو والبراكتيس كيبقى البراكتيس ديما كود فورسز. والاخرين حتى هو كنا كندخلوا ليهم مره واخا كنا بعد مره سير كترونها، ولكن كتعلم كتمشي كتقرا على جراس، كتقرا على بزاف ديال كتقرا بزاف على بزاف ديال الحوايج. تما كنت شاركت انا ومعاد في الام سي بي سي اللي وراها، كنا رانكت فيفت اي جيس، ومشينا للاي سي بي سي. الريزلت في الاي سي بي سي كانوا بحال اللي كتقول العام اللي قبل ديالو ان ديالي انايا، فاش مشيت للام سي بي سي وكتكون فهمتيني تبراسك ما فهمتيني راك باقي خصك تزيد تبريباري، فاش مشينا للاي سي بي سي اللي وراها رجعنا صافي ديموتيفينا بخطره. يعني ماشي ديموتيفينا زعما كنا ديبريست تقريبا. صافي كتولي بريباريت بلاص بريباريت بلاص بريباريت تماك فين صافي كانوا لايك صافي تماك راه اي كونتيست جاي خصنا نكونوا في خبارنا، خصنا نمشيو نحضروا عليه، واخا نحضروا تماك الا ما قدرناش نكونوا اوفيسيال راه عارفك هادير ان اوفيسيال غنبانوا في سكور بورد حيدنا ما كاين شي حاجه. دونك صافي كتبدا البليات تقريبا كيف ما كنقولوا حنايا. من بعد ملي كتقدر تكومبيتي في هذا صافي دخلنا للساينتيفيك كوميونيتي. تقريبا انا اللي كنت دخلت معاد ما كانش كيبغي يدخل بزاف هادشي، كان تيبغي كومبيتي هو هو بقات فيه داك باغي كومبيتي ضروري. انا اي سيتل داون ا بيت بيت سو كود فورسز و اذر كونتيست هما اللي كانوا مهمين. تقريبا هذه ستوري كاب وزعما دابا انت المهم سواء في الكودين انترفيوز ولا في الكودين كومبيتيشنز باش كيجيك شي بروبليم ما عمرك شتي بحال واش عندك شي ابروش ولا صافي كتقول راني ما لقيتش شي باترن ولا شنو وات از زعما وات از ذا فريم ورك. سو باش نشرح لك هنا واحد الايدي اللي هي بعدا انترفيو كويشنز يكونوا شويه ديفرنس على ولكن لا المهم باش كنهضروا مثلا ضروري يكونوا ساهلين كتقدر تكون واحد شويه ديال لا ديفيرونس. يا من دابا تنهضروا بالنسبه للكونتكست ياس بلاتي باش نوضح انا باش المهم خلاص كومبيتيشن بروغرامين مقارنه بالكود انترفيوز ار زعما توتالي ديفرنت من واحد الناحيه. مي كنهضروا دابا على الكود انترفيوز اللي فيهم داتا ستراكشرز اند الجوريثمز اتس تقريبا ماشي ذا سيم ثينغ ولكن قرب شويه من الكومبيتيشن بروغرامين. يا فهمتك. زعما انا اللي بغيت نشرح لك هو لايك ذا امبورطانت ديفرنس هي انه فاش كتمشي الانترفيو ما عندكش واحد سايز انبوت مي كتسول عليها. يعني حتى ذا ابروش عندك بعدا 45 مينيت اللي غاتسولفي فيها 1 2 3 بروبلمز ديبيندين على ديفيكولتي ديالهم والانترفيور شنو غادي يسولك. وثاني حاجه يعني انت كيفاش غدوز انترفيو او ميم طون راه خصك تبقى تهضر مع انترفيور يو اكسبلينين يور ثوتس وفهمتي كتشرح الايديا ماشي بحال كتكون داير كومبيتيشن راه جينيرالمون تقدر تكون غير مريح وكتفكر راسك ولا شاد ورقه وستيل ولا فهمتيني كتشوف الانبوت وكتحاول تفهم ولا كتعاود تقرا ستيتمنت ماشي بحال الاخر خصك تشرح وخصك خصك تهضر معاه. دونك هذه هي الديفيرنس. وثاني كونتيست حيت ملي كتجيك دابا بروبليم اول حاجه كنقرا ستيتمنت بعد مرات كتجيك سولوشن نيشان صافي ما كتبقاش تحاول تفكر كتمشي امبليمونتي سولوشن نيشان لان واحد تخيل معايا اتس ماس فورمولا كتلقاها صافي تبين اوف وان ما عندكش تحمق راسك مع تقرا كونستانت داكشي. باركونت بعد خطات كتلقى كتمشي كتكون فيرمي هي الانبوت ديال كيفاش غيكون كتوست امبليمونتي سولوشن كتقدر تكون امبليمنتيشن. هذيك هي الحاجه اللي زوينه في البراكتيس. يعني اي حاجه فيها امبليمنتيشن كتبان لك دغيا وما كتكونش عندك مشكل مع الامبليمونتاسيون خصوصا كنتي كتعرف امبليمونتي شي حاجه اللي واي كومبليكيتد فهمتي. دونك تولي باينه يعني تقدر ملي كنقول لك امبليمونتاسيون تقدر تكون شي حاجه هذه الجراف راه صافي انفو غندير دي اف اس داكشي راه كتبان لك امبليمونتاسيون ماشي مازال ما لقيتش شي حاجه اللي كومبليكيتد فيها راه باقي ما كاينش شي حاجه البوتل نيك باقي
ما بين ما خرجش على الامبلمنتيشن يا داك الساعات كاين شي حوايج اللي الابروش اللي هي كتحاول تلقى سولوشن يعني كدوز على بروبلم سولفين هو الاول كاين بعض المرات كتفكر في بروت فورس حيت جات بعض الخطرات تقدر تشوفو ما كتبانش حتى شي ايدي كتولي تقول غير بروت فورس وكنحاول ندير نبدلها دونك مثلا كتقدر تبان لك بلي اوكي راه غادي نقدر ندير جريدي داز ات باس اور نوت كتحاول تبروفيها ولا ديسبروفيها اولا تحاول تعطيك انتويشن يعني هنا بان لك بلي هي جايه اصلا من واحد انتويشن دونك ما عندك لاش بروفيها تقريبا كتحاول تبروفيها باي جيتين اكسبتد كيف ما كنقولوا حنايا ولكن كتسميتها وجات اكسبتد راه بروف بلا ما تبقى تبروفي على راسك زعما تحمق راسك ولكن واخا اي ثينك اتس ا باد براكتس ولكن المهم بين تراين تو جيت ويت اوف ات كاين سام تايمز انا ما كنسميتيش بعض الخطرات الى كنت فريمون قليل الا كنت ديسبيريت كذا كنسميتي بعض المرات فاش كنلقاني درت سميشن نيشان كنكون عارفها جايه من انتويشن دونك كنسميتي وصعيب قليل فين كنلقى بروف بعدا المهم واخا داك المشكل كنت كنحاول نخدم على داك الكوتي مي كتبقى شويه صعيبه تما كاين كاين واحد جوج الحوايج اللي كيخصك تخدمهم كاين بروبليم سولفين سكيلز وكاين نوليدج وبراكتيس دابا داك النوليدج هو على حساب حسب المرات كاين شي حاجه اللي صافي راك ما عارفهاش صافي بلا ما كاينش وكاين بعض الخطرات توبيكس اللي كنجي كنقول لك مثلا عطيني اكسبكتد فاليو وداك الساعات كنحاول تفكر شنو هي الفورمولا ديال في البروبابيليتي وتحاول تقلب عليها بداك فهمتيني تري وتحاول تعرف بلي داك الفاليو اللي عطاتك هي اللي غتخرج لك في الورقه وهاد من بعد تحاول تقلب على how to implement it correctly. يعني خصك تكون عندك previous knowledge, previous background عاد باش تحل البروبليم. تقريبا يس. هو البراكسيس كيلعب دور الاخر ولكن البراكسيس هو اللي كيعطيك عاوتاني يعني مع واحد النوليدج. الناس خلاص بقات براكسيس ولكن at some point غطيح في واحد البروبليم. Imagine you never learned about graphs, غطيح في واحد البروبليم اللي graphs ما تعرف تسولفي. When you will look for the solution راه غادي تعرف بلي كاين شي حاجة graphs اللي خاصك تقرا topic. واس براكتيسي بداك توبيك حيت كاين واحد الخطا اللي كيديروا كلشي هو كيمشي كيقرا جرافس انا كنعرف دي اف اس اي ريمبر ذا فيرست تايم انا قريت دي اف اس بي اف اس صافي راه فاهمهم راه باينين وحده فيها ستاك وحده فيها كيو صافي وحده كدوز دابت وحده كدوز في الاخر بار اي جيف يو لايك سام امبلمنت سام سولوشنز لي يو ويل جاست تويك يور دي اف اس ا ليتل بيت يو ويل جاست تويك يور بي اف اس ا ليتل بيت ولا دير شي حاجه اند يو ويل جيت ذا سولوشن اللي بغيتي وكتلقى راسك ملي كتجي تسولفي داك البروبليم وتحاول تامبليمونتي غير النوليدج اللي يلاه عارفو على بي اف اس ما كتقدرش تخدم كساس فين تجيك البراكتيس يا يعني خصك تشوف ملي كتقرا ادفانس الالغوريثم يا كتعرف الثيوري وكتشوفها في يا سيلا جو هيد نوصل زعما غير خصك تكون قلت لك حيت ملي كت يا حيت ملي كتمشي تحاول تخدم على داك البرو ملي كتخدم ملي كتعرف توبيكس ادفانسد كيكون وراء تقريبا غير كومبوزيشن ديال سمولر توبيكس او لا اتس نيو توبيك يعني شي حاجه واحده اخرى جديده دونك تقريبا خص غير داك النوليدج اللي حتى هو يكون عندك ذاتس وات اتس جود ان نوت دير واحد يكون دي براكتيس ديما انترفيو كويشن اللي قلت لك الابروش ديالهم انا بالنسبه لي الابروش هو كاين جوج الحوايج وكاين بروبلمز كيعطي لك صافي كتعرف السولوشن ديالو ما كنحمق راسي كنمشي كنقول لي سولوشن كاين بعض الخطرات اللي كيعطيك شي حاجه امبليمنتيشن انا عارف بلي راه غان امبليمونتي سامثينغ ولكن خصني نشرح ليه الايديا باش الا كان عندي سام امبيغويتيز راه فهمتي ولكن اول حاجه بعدا ستيب زيرو هي ان اي اسك كويشنز كاع داك الكلاريفاين كويشنز خصك تسولهم وداك الشيء وعاد من بعد كدوز على هاو تو ابروش ذا بروبليم طحت في دي سيتوياسيون يعني مثلا في اون سايت انترفيوز اللي كندوز هنايا في جوجل كان واحد السيتوياسيون ديال عطاتني بروبليم I couldn't think of like a very good solution to it. So what I did was I explained one solution. It's not bad. It's not a solution that's good. ولكن like فهمتيني like بحاول أنا كنشرح زعما شنو خاصنا ندير وكنحاول نقلب على the solution. ديك الساعات كتلقى تقريبا the same time اللي will explain you the solution هو the time اللي I took باش أنا نوصل لك solution وأنا كنشرح steps how I got into that solution which is good لكشي اللي باغي هو الانترفيور كيفاش انت فكرتي باش توصل لك سولوشن و it proves بلي this is a new problem for you انت تقدر يكون واحد البروبليم ديجا شتي و you will pretend بلي it's a new problem وغتبان انت كتبان بلي it's a new problem for you لا دابا انت الا طحتي مثلا في شي انترفيو ديجا كتقولها للانترفيور ولا you pretend ولا what depends نجيك honestly depends حيت well you can't know دابا نقدر انترفيو وتجي تقول لي راه عرفت هذا السؤال على البروبليم ديجا شفتو يقول لك امبليمنت ات يا
اوكي وداك الساعه ديبانت واش شتي ولا ما شتيش. لا لا انا نفترض دابا انك يا نفترض انك دابا شتي ودابا شتي واش دير هذيك الباغماتيك ابروتش انك يو بريتند انك ما عمرك شتي وتحلو ولا كتقول لي راه فايت شتي. الا كان بروبليم اوبفيوس لكن البروبليم اوبفيوس راه كتجي كتقول لي بلي يا اي نو ذيس بروبليم اند ذيس از ذا ابروتش يا ذيس لايك اي جيف هيم ذا سولوشنز زعما راه يا مثلا غنديروا هنا وغنديروا شو سميتو كان بان ولا شي لعبه بحال هكاك وغادي سميتو غدير لي غدير ولا لا لايك غتقول لي بلي غندير قلت لي زعما واحد سولوشن اي واز لايك كاين اوف لايك ا فولو اب كويشن وعطاني واحد الكويشن اللي انا اي نيو بلي اي وودنت امبلمنتد في ذاك الوقت اللي بقى ليا اي وودنت امبلمنتد واحد كاع كنت بقيت تما because it's not obvious زعما how to implement كانت شي حاجه عندها علاقه بالبريدجز في جرافز سو شنو قلت لي نيشان قلت لي بلي يا وي ويل جاست فايند هذا راه اتس ا فيري ستاند فورورد ستيت فورورد بروبلم اللي هو اننا نقلبوا على بريدجز ولا ارتكوليشن بوينتس وراه ما نقدرش نابليمونتيها في هذا الوقت قلت لي نيشان زعما عاد فهمتي سو ماي ابروش هي انه الا عارف السولوشن اتس اوبفيوس جاست بيتر سي ات وقول بلي راه عارفها ولكن the risk هو انه يعطيك شي كويشن ما عرفتيهاش depends on how do you want to do the, واش باغي داك الجوب ولا you want to do the interviews for the fun of the interviews well ماشي for the fun of the interviews حيت كاين interviews ونتا عاوتاني enjoying being فداك الانترفيو فهمتيني زعما بالنسبه ليا الا كنت انايا باغي ندوز like a very good experience بالنسبه ليا غنقول لي عرفتها داك الساعه شنو ما عطاني من وراها غادي ولكن ما تبقاش تقول لي راه عرفتها 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 كل حيت تقدر يعطيك عاوتاني كويشن ثانيه ويكون ديجا عارفها وغاديك الساعات الا كانت شي كويشن اللي عارف بلي it's kind of like worth انك تسولفيها عليه نيشان ما عندكش تحمق راسك عارفه وانا ما عارفهاش كتعطي وجينيرالمون هادشي ما doesn't happen a lot في big tech companies حيت كيكونوا بعد خطرات it's accompanied to a story ومن كنجي كندير لك واحد الايديا مع ستوري كت disguise the fact that now this is the straightforward problem يعني ما كتشيفتي شويه الاتنشن ديالك toward the new problem على الاخر ما عاد الا كانت ابروش تو سولف ات از كايند اوف لايك ستريت فورورد يا يا شي مره كتكون باينه مثلا مات قضيه ديال توبولوجيكال سورت فور اكزامبل توبولوجيكال سورت عاد دابا كتشوف الالغوريثم يا ات ورك كيفاش كتجي كتبدل غير سطور المهم هذا اتس ا سيمبل اكزامبل مي غير فاش كتبدل السطور راه اتس نات ولا كتزيد لها شي ديتاي مش تلتي يا ولكن يا باينه قلت لك مثلا اي هاف ما عمرش كورسز وديبنديسيز مع بعضياتهم هادو باين على شي مرات كتكون مثلا يا شي مرات كتكون كومبينيا مع شي في سيت واحد اللعبه في ليسكوت كتكون كومبينيا مع شي تخربيقه ومهم كتخدم كديرش غير طوبولوجيك كتزيد لها واحد ديزالغوريثم هادين خرب باش يلاه طيح في سولوسو شي مرات ما واخا كتبان في الاول فيرست جلانس كتبان عندهم مثلا طوبولوجيك سورت اي ثينك خص يكون عندك دايركت اي سايكليك جراف ولا شي حاجه بحال هكا سو شي مرات هاد الكيتا ما كاينش شي مرات كيقول لك مثلا هادو راه تقدر تكون عندي لوب سو انت كيفاش غادي دابا عشان قلت لك انا الكويشنز ديال الانترفيو تيكونوا شويه ديفرنت على كومبيتيتيف بروغرامين بيكوز كومبيتيتيف بروغرامين ويل كومبيتيتيف بروغرامين غايقول لك نيشان قول لي واش كاين قول لي شنو هو السورتين ولا قول لي ما كاينش يا باغكون في الانترفيو غنقول قول لي السورتين يا فهمتيني قول لي شنو هو السورتين ديال الكورسز ولكن خصك انت تسول اولا حتى الاخر يقول لك ها واذا كان وسير بدل السولوشن ديالك ولا شنو راه كان خصك تسول قبل بس تربح التايم ولكن المهم اتس نوت ا باد ثينغ انه حتى الاخر يقول لك كوريجي السولوشن ديالك حيت هو بغى يعرف واش تلقى تيست كيس ولا ما تلقاش فهمتي يا ولا عارف امتى غادي تخدم ولا ما تخدمش هاد السولوشن ديالك سو يا متفق معاك هادشي اللي تلقى نيت كود تلقى فيهم بحال هاد الحوايج هذا حتى كتسميتيها وكتعطي الكورونغ انسر كتلقى راسك نسيتي الكادي ديال زيرو ولا شي حاجه بحال هكا كتعادي كاين بحال يا المهم كاين بحال هذا الشيء هذا من كما قلت لك انايا الابروشز ديال البروبليم ديال ما كتلقى شي حاجه جديده راه يو اكسبلين سولوشن ديالك يو تراي تو كام اب وذ ا سولوشن وجينيرال مور ابروت فورس خرجيك باي ديفولت اندي اوبتمايز يا دابا ما عاد الا كانت فريمون شي حاجه فهمتيني ماثي ولا خص تلقى شي سولوشن ماث ولا تلقى شي حاجه فهمتيني ديك الساعه فين صافي راك ما عارف غتوحل تماك تقريبا ديبانز على انت هاو يو براكتيس زعما يا اي هوب نو وان زعما اوكي دابا انت زعما في دي تو دي ورك انتك واش كتخدم بالكومبيتيتيف بما الكومبيتيتيف بروغرامين كينفعك ولا جاست يو ار دوين ات فور فان ولا ذيس از ا هارد كويشن يا But it's a good one. دابا حيت شحال واحد تيقول لك دابا حيت انا كنت كنقرا مع الناس وكنمشي كنت كنضرب مع زعما كانوا فرانس ديالي وكنعقل بلي مثلا كان كاب جيميني كودين تشالنج
وعيش مع الدراري يجي تشاركوا بعد على الأقل this is gonna give you a chance and not you get like a internship or like shit. وكانوا تيقولوا لي زعما هادشي فاش غينفعني من بعد زعما ما عندي ما ندير به. باغ كونتر زعما حنا انا بالنسبه لي في الخدمه دابا طحت في سيتياسيون صراحه اللي يو هاف تو يوز زعما سم كومبيتيتيف بروغرامينغ لانجويج سميتو تريكس ولا بروبلم سولفين، ولكن راه في الخدمه اتس كايند اوف ا ليتل بيت ديفرنت بيكوز اليوز كيسز يكونوا شويه حيت اسم بعد مرات غير بروت فورس دازنت ماتر. باش نقول لك مثلا انا امبليمنتين شي حاجه وكنحاول نلقى المابين ما بين شي حاجه وشي حاجه، ما كنبقاش نحمق راسي نخدم ديما ضروري اوف اند بيكوز انا عارف عندي خمسه ولا سته ديال الاخر. سو اي كير مور اباوت لايك الكود انه يكون يجي اي واحد يقراه. yes. والا جيت ندير وبدا ونبقى ندير واحد بري كومبيوتيشن ونقلب عليها داك الساعات فهمتيني واش غادي اللي غيجي يقرا الكود غادي يفهم وانا ما غيفهموش. يو دونت نو خصو خصو يقرا يعرف ما يبقاش يحمق راسو يجرب كيس فراسو ولا شي حاجه. دونك ديبان وكتعاوتاني كتجيك انت راه حتى يو كان يوز ات تشال غانا ديالك. اي يوز ذيس زعما فيو تايمز بدات حتى النيتشر اوف لايك بروجيكتس اللي كنت خدام عليهم ما كانش عندي فيهم تقريبا لور اوف كودين. داكشي علاش حاليا في جوجل ما خدمتوش بزاف. برا اي هاد ا شانس وانا نخدم شحال حاجه خدمت كاع اي هاد ا شانس تو يوز زعما سمثينغ لي في ستاتستكس ولا في ماشين ليرنينغ ولا شي حاجه بحال هكا. واخا فهمتيني كانت شويه كتبان لك اليوز كيس ماشي ديالها ولكن كتقدر تخدمها باش تلقى واحد سام انفورميشن. سو يا ولكن كومبيتيتيف بروغرامينغ اون جينيرال كان واحد الحاجه اللي عاونتني انا بالنسبه ليا بزاف. انا كان عندي داك يعني ما عنديش مشكل مع programming languages. يعني نقدر نكودي باي لونغاج تقريبا، ولكن مثلا فاش كنت كنقرا كان عندي ديما هذاك ني بروبليم تيحطوا لنا شحال خطره يعني في القراءه يعني كان تيعطونا سام كيسز اللي انا صافي نجي كنت امبليمونتي سولوشن نيشا. ولكن عاوتاني بيسكو يو ورك اون هاردر لايك اور كومبلكس بروبليمز اي حاجه ذير از اوبفيوس كتجيك ايزي. يعني كتولي تكودي فاستر بعدا كتولي طيح على السولوشن فاستر كيشاك شي واحد شي حاجه يو جاست دو ات ما كتبقاش تحمق راسك زعما راه هذه راه كومبليكيتد انا خصني نقلب من هاد الباز طوني ونقلب عليها هذه صافي ذا فلو از لوجيكال باي صافي يو جاست اورجنايز كتولي عندك داك لايك كتكومبيلي فاستر لايك فراسك وكت يو اكزيكيوتيد فاستر. داكشي علاش كنت مزيان فاش كنت بعدا في الانترنشيب ديالي في الخدمه في الاول والخدمه في الثانيه كنت خدمت على سام كومبليكيتد بروبلمز اللي خدمت فيهم تقريبا سام مات نوليدج و سميتو سام فهمتي ديك البروبلم سولفين انتويشن ديالك باش كتلقى واحد اللعيبه اللي تعطيك ديك ذا بيست ثينغ وباش تلقى واحد الحاجه. اولسو كنت مثلا واحد البارتي وير وي هاد كونستراكت واحد الابستراكت سينتاكس تري ديال واحد البارتي هادشي كان في بريفيس جوب ديالي باش كنقدروا عندك داك كيكون عندك لايك جافا اوبجيكتس في الاخر باش well basically it's an abstract syntax tree and you have to play with it ولا تفيزيتيها ولا تقلب فيها على شي حاجه. وهذاك النوليدج ديال انني ديجا كنعرف like how to deal with graphs how to deal with trees with the transformation ديال trees و like it was very helpful. لدرجه انه كنت كتحط لي شي حاجه صافي we just do this صافي ما كتبقاش تفكر you just do it sometimes it's complicated. كتقدر تزيد عليها شي حاجه واحده اخرى نتايا to make it much better ولا to solve like much complicated versions ديال the same problem ولا شي حاجه بحال هكا. So it was very helpful indirectly. بس نقول لك مثلا واش عمري خدمت segment tree I never used this في الخدمه. واش عمري خدمت like DFS you can use it easily because abstractly graph ولا باش تلقى dependencies خاصك DFS باركون ولا غرافس. ولكن باش نقول لك خدمت عاد اكسترا انا بالنسبه لي عمري خدمتها بردير اوبفيسلي بيبل يا الماب في الماب راه كتخدم يا في الماب يا وسمع الحاجه اللي مهمه واحده اخرى انا فاش كنت كنكودي بجافا اي ثينك ذيس از ذا سيم فور سي بلس بلس يوزرز وانا ولا زيك تعرف شي حوايج اللي بحال كتقول شي حوايج اللي فيري تريكي في اللانجويج ديال yes. القوالب مثلا انا بجافا ولا يا انا في جافا موست ديتا ستراكشرز اللي ديجا كاينين في الاخر عارفهم غادي غنخدم كي وعارف الماث اللي غنحتاج بلا ما نحتاج نعاود نقلب عليهم ولا نخدم اي دي اي صافي كتكتب الكود نيشان
تريسات كتعرف انت تخدمها امتى ما تخدمهاش، تري ماب انت تخدمها امتى ما تخدمهاش، وايل كتلقى بلي شحال واحد ما باغي تحش لها بلاك غادي يلقى داك الاري ويصور شي ويقلب فيه فهمتيني. با كونتر يو جاست لاك يوز تريسات عندك كلشي صورتو لوب اوبريت هاي امبلمنتد هاي الاخرى ولا برايوريتي كي شحال خطره خدمتها في الخدمه قبل. برايوريتي كيف شحال مواد مثلا عرفت مثلا برايوريتي كيو اتس يوزفل صراحه يوزفل داتا ستراكشر شحال مواد كيعرف جافا بحال تيسات بزاف شحال واحد كيعرف هيب كيعرف هيب داتا ستراكشر ما كيعرفش ما كيعرفش برايوريتي كيو ولكن هيب اتسيلف انا اي لايك ذا داتا ستراكشر اتسيلف ولكن برايوريتي كيو از ان امبلمنتيشن ديالها اتس ا فيري 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 باورفول زعما well I don't know but you can say it's a data structure but حيت في الاخر اتس هيب but برايوريتي كيو اتسيلف از very powerful to the point اللي كاين بزاف ديال other algorithms اللي كيخدموا مثلا باش تلقى مينيمم spanning tree كاين بزاف ديال الحوايج وكاين some other data structures اللي انا I like more هما مثلا I like union find disjoint sets ديال الاخر I like Fenwick tree ولا المهم binary index trees segment tree انا ما كتعجبنيش كتجيني over complicated sometimes but it's بعد مرات ما عندك مين تهرب عليها صافي تقريبا هادو هما الحوايج اللي انا كيعجبوني تقريبا بزاف. يا شي القضيه ديال القضيه ديال واش الكومبيتيتيف بروغرامين دي تو دي وركر صراحه كاين داك النقاش المهم داك الكونتروفيرسي شويه كاين صراحه انا تنفكر في ايامات القرايه كنا كاع لي بروف عزاز علينا الا واحد البروف هذا البروف حتى شي واحد ما تيحملو وفاش كتجي كتفكر هذاك البروف على حتى شي واحد ما كان تيحملو كان تيحطنا ماشي بحال البروبليم بحال الكمبيوتر بروغرام يمكن كيحطنا دي بروبليم في الداتا ستراكشرز والالغوريثم اللي ما مرناش فيهم الوغ كو الدراري علاش كيبغيو كاع لي زوتر بروف حيت كانوا غير بحال كيحفظوا لي بروبليم دونك كيعرف غير انت باش كتجي تخدم شي بروبليم ما عمرك شتي وخصك تخدم عقلك كتخرج مورا ديك الكومفورت زون وغالبا عجات هذا البروف حتى نعقل عليه هادشي لي نوت ما كانوش يفوتو عنده 12 عرفتي راه الماكس كتلقى 11 فهمتي قرانا يا ذا سيم ثينغ تقريبا احنا قرانا واحد البروف كان قرانا جافا كان تيدخل شويه شي حاجه ادفانسد وقرانا في ماسترز قرانا ادفانسد الجوريثمز ودخل معانا حتى لايك بزاف ديال الالجوريثمز دي ادفانسد ذا اونلي ايشو اللي موعد قرا من عنده من بعد غير هو قرا عنده جافا انا قريت عنده قريناها هاسكل سو ات واز فانكشنال بروغرامينغ و فهمتيني فانكشنال بروغرامين وكتخدم يعني باش امبليمنتي داك ستراس ما كان واز كومبليكيتد واي ريمبر هو كان عطانا شي تخربيقات اللي كانوا شويه ماتس في الجد بس حاول تبروفي شي تخربيقه بري واز ليتل بيت هارد وكان عقل بلي كان عطانا واحد الاكزام كان هو ذا اكزام از فيري فيري سيمبل جست امبليمنت ا سيت يا بارا واز نو كي دابا شنو عطانا تقريبا لايك تقريبا 16 اور 17 كويشنز كيقول لك مثلا امبليمنت كونتينز فواحد سيت فهمتيني او ثاني امبليمنت انترسيكت implement union ولكن ما تقدر تخدم على الميثودز اللي ديجا ديفينيتي قبل يعني مثلا كيقدر يعطيك واحد كويشن اللي باش ما تخدمش داك الشيء اللي قبل كيعطيك الكويشن اللي تقدر تخدمها وتجيك ايزي صح ما تخلص كيعطيوك واي ريمبر انا كنت لايك ويل اي نو وات از ا سيت اي نو ايفريثينغ مثلا كاين شي حاجه اللي انا كنعقل باللي كانت فيري 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 اوبفيوس كاين فيري اوبفيوس انسر اللي مثلا هاو تو نو بلي جوج سيتس راهم ايكوال يا انا يا اي ريمبر بلي اي واز اوبفيوس انه غتشوف دبل انكلوجن لايك تشوف واش هادي انكلود اي انكلودز بي اند بي انكلودز اي اف بوث اوف ذم ار ترو ذن بوث سيتس ار ايكو بس الاكزام كامل كان فيه بزاف ديال الحوايج وانا ما كان اي ريمبر اي نيفر هاد الايشيو زعما في ذاك الاكزام كانوا تيريبل نوتس في يعني ماركس في وغايت في ماني اذر ستودنتس يعني كانوا probably more than 90% كانوا below 10 below 5 كاع وقيده و I had زعما a very good grade من هذيك الوقيته داك البروف بعداني قال لنا you write down شحال كتظن غتجيبو and if you get it right غادي نزيدك another half point باش تبقى بحال هكاك وخرجنا وكنهضروا بحال هكاك وكنسمع باللي شحال انت شحال كسبتي انا لا كنت عندي قلت لهم كسبت 16 ولا 15 تما بقصد كانت الماكس كان اصلا الاكزام على 16 ولا شي حاجه بحال هكا اصلا هو مخلي واحد 4 البوينت على حاجه واحده اخرى قلت لي ما كسبتش هذا they were like very very زعما كانوا سيربرايز كانوا سيربرايز هما كانوا بيسيميستيك اباوت زعما their game زعما قلت لهم انا ما عارف جاني الاكزام very obvious وكانوا بزاف ديال other examples اللي تحطوا لنا مثلا كيعطيك كان أقل واحد البروف كان تيقرينا software engineering وشي حاجة وعطانا some
جافا بحال جافا كود اللي كتقرا وكتلقى ديبندنسيز ما بين الكلاس كتكون ا امبلمنتس بي بي امبلمنتس بي اكستند سي وشي حاجه بحال هكا وخاص تلقى ديبندنسيز باش كتعرف شنو هي الدابس ديال كل ديال كل الدابس ديال كل كلاس و فهمتيني وتعرف شحال المهم كتلقى سام ماتريكس سام ماتريكس من بعد باش تلقى باش كان سام كايند اوف لايك باش تويكي الكود باش تلقى ليه ذا بيست اوبتيمايزاسيون ديال الكود ديالك using some heuristics بحال simulated annealing ولا شي حاجه بحال هكاك وكانت البارتي الاولى غير باش تلقى ديك ديبندنسي شويه هارد فور ميني بيبل باركونت كنت كنعرف شنو هي دي اس ولا شي بلمنت داك النوليدج ديال ديما عارف شنو كاين في دار ستراكشرز عارف شنو كاين في الاخر صافي تيجيك ديما الاخر كتولي عندك ثاني داك فاش كطيح شي سيتوياسيون مرونه يو كان جاست فايند تراي تو فايند ا سولوشن واخا كتكون معاك حتى ضروري تلقى سولوشن ديالك وتكون عاوتاني اكسايتد باش انك تخدم على ديك الحاجه اللي مرونه سو يا ماشي بحال شي واحد تجي شي حاجه مرونه كيولي كيقول لك هذا الزمره هذا ماشي استقر فلو يا اكزاكتلي دوباتر اوكي نهضروا على جوجل كيفاش كانت الصوره باش دخلتي لجوجل اوكي سو فيرست اوف اول ما كنت كنقرا تقريبا في الاخر ما عمري كنت كنعرف ندير جوجل هايرز ولا شي حاجه بحال هكا كبر اي هاد زعما اقول باش نخدم في بيج كومباني ماي دريم واز تو ورك فور ا جيمينغ كومباني بشويه ديال الجيمينغ هذاك الشيء ولكن ات هابند اند اي دونت ثينك زعما اتس غانا هابن بروبلي بيكوز ما بقيتش لايك بروبلي ما بقيتش ذات انتريستد بس ات ديبيندز سو ما عمري كنت كنقول زعما غنمشي لجوجل تقريبا سوقتو نيشان ولكن فاش كت الحاجه اللي عاوتاني اللي زوينه في كومبيتيتيف بروغرامين هو تلاقيت مع الناس اللي مثلا تلاقيت مع خليل واشرف وشحال من واحد اللي كان خليل واشرف بالخصوص اللي كانوا دوزوا انترنشيب توايس في جوجل دونك كتولي عارف اللي كاين البوسيبيليتي انك تمشي لجوجل واشرف كنخدم من وراها وميم طون كنا كنعرفوا بلي راه كاينين الناس مثلا من الكومبيتيتيف بروغرامين من المصريين كيخدموا في مايكروسوفت في جوجل في داكشي سو عرفنا بلي ذير از ذاتس دوبل فهمتي ماشي بحال انت عارف ماشي دوبل ديك الساعات كتولي كتعرف كتولي تقلب على وارد تيكس باش انك تمشي لشي بلاصه بحال هكا اند تو بي اونست ما عمرنا كنا كنديروا دابا ذا جود بارت هو انه ما كناش كنديروا كومبيتيتيف بروغرامين باش نمشيو لجوجل يا جاست هابند انه منين عرفنا منين درنا كومبيتيتيف بروغرامين عرفنا بلي اتس دوبل فهمتي ولكن واخا هكاك خدمت في المغرب سويتشيت الخدمه في المغرب وما خدمت انا ومواعد واحد الوقيته وكنت انا جالس بعدا واحد الوقيته وانا ابلاي ابلايت الديفرنت رول اللي عندي هنايا كان تكنيكال سولوشن انجينير بس عارفني ما كنتش عارف حتى الرولز اللي عندهم اجس ابلاي مع قريت ابلايت مواعد عرفتي اي ريمبر بلي انا ومواعد كانوا هضروا معنا في نفس الوقت هو مواعد كان هو كونتاكت الريكروتر فروم واحد السايت كنشافو كيجي براكتيسي في واحد الويب سايت ديال كومبيتيتيف بروغرامين وهضر معاه انا كانوا شافوا الابليكيشن ديالي هضر معايا ريكروتر قال لك كنجي ندير بروسيس ذا بروسيس از ديفرنت وتا الرول از فيري ديفرنت يعني كان موستلي كونسنتريتد على لايك ترابل شوتين وسام نوليدج فهمتيني ديال تو ذا بوينت لايك وان اوف ذا اكزامبل كويشنز اللي دي كان اسك يو يقول لك وات هابنز ملي كتايب جوجل دوت كوم في الويب براوزر ويشوف فينا فول ديتيلز وان اوف ذا كويشنز ذات اي واز اسك هو ايماجين لايك سام وان كليكين اون واحد انفورميشن اند ات كيبس لودينغ ما كيعرفوش داك حيت ما بغيتش نقول سبيسيفيك ديتيلز ولا ياك اللي كتلقى لودينغ ودي ترابل شوت ديس كنشوف كيفاش تمشي في داك الاخرين معاد كندوز في لايك فور سايت ريلايبيلتي انجينير يعني سوي اس ار اي وكان بيور بروبلم سولفين و سوفت وير انجينيرينغ سكيلز يعني انا وقال كانت عنده اوبشنال بس سيستم ديزاين وداك الشيء another role wasn't fit for me. I didn't do well for interviews for late stage. And it was hangouts and interview. There was two interviews there, not even on site. And it was it. But there was only like to the final stage, kind of bakanchi to interviews film some leadership skills like that. For me, so I can't say very good. Good start بالنسبة لي أنا. ولكن it was also very like the best thing that can happen to you when normally gets failed if she has a. Instead of when like قبل فيها وتمشي من بعد تعرف راسك بلي this is not the thing for you. يعني it's not even an engineering ladder. So باش غنبغي نرجع نسوي خصني نعاود ندوز interviews. Doesn't make sense انك تضيع عام ونص فهمتيني. Yeah. So it was في الأول كتقول بلي you get depressed ولكن
بديت كنلعب بريباري ولكن since I didn't have like a very very bad الانترفيوز اللي ما كانوش سوبر باد دونك عاود ابلايت ولكن this time for a three اس ار اي رول بحال معاد because عرفت معاد تخلص وعرفت شنو هو الرول دونك ابلايت they contacted me زعما تقريبا لغيت ليه it was very fast بديت الانترفيو بروسيس كانوا lot of interviews يعني دوز هانج اوت انترفيو انذر هانج اوت انترفيو اند ذن فايف اون سايت منهم وحده اسيستنت ديزاين وداك الشيء ذا ثينج هو انه انا ما كنتش graduated like 2 years ولا a year and a half قبل دونك ما حسبونيش نيو graduate في الانترفيوز دونك كانت عندي سيستم ديزاين مانداتوري وشحال من حاجه يا بلاش نهضروا سيستم ديزاين يا سيستم ديزاين هاو ديد يو بريبير ولا زعما واش بريباراتي اصلا ولا ات واز So system design is a very well for site reliability engineering can non-abstract large system design questions. Yeah. And just الاخرين they give you design Twitter. While مثلا questions you see you go hard design Twitter is should concentrate على واحد البارسي اللي في الاخر literally this happened to me in an interview كيجي يقول لك now let's do some math. Let's do some math هو كتعرف شحال ديال الستورج غتخدم شحال ديال الكيو بي اس غدوز شحال هاد الستورج غتخدم in the next 5 years شحال ديال كيتسمى what do you out of the envelope calculation or something yeah back of the envelope calculations yeah. Yeah. So بالنسبه لي انا كنت mostly كوره ملي كنعرف ان الناس كيعاودوا على هذا الشيء هذا وكنت خديت واحد الكورس سميتو I don't remember Grok in the system probably crack Grok in the system design interview I think كاين شي حاجه بحال هكا exactly probably هذا yeah. But yeah, since I had like some سميتو software engineering زعما background, كان بزاف ديال الحوايج اللي كانوا very obvious مثلا ملي كتقرا على indexes كتلقى راسك بلي راهم خدامين فيهم في الخدمه load balancers caches الحوايج اللي تعلمت اللي mostly تعلمتهم تقريبا هما proxies اللي كتعرف زعما how when to use it when to not use it وداك الشيء وشفت very good examples و the good thing هو مثلا ملي كتقرا على proxies كنمشي نقلب عليهم beside هذاك الاخر كتقلب على articles كتعاود قرا على هادي وهادي وهادي دونك كتعرف ملي مشيت تما كدي جيف مي لاك ا راندوم كويشنز لي اي نيفر اكسبكتد ات تقريبا ات واز جود بالنسبه لي ذاتس ا فيري جود اكسبيرينس هي وسط الانترفيو بيكوز ات واز موستلي ديسكشنز زعما وي انستيد اوف لاك انا بوحدي كنحاول ديزاين السيستم ام ديزاينين ات وكنحاول نخليه هو لايك كونيكتد باش حتى الا درت شي حاجه نوت جود ديك الساعه نعرفها باش ماشي حتى نوصل للاخر ونعرف بلي راه this is not working yeah for yeah the problem coding problems كيفاش كانوا صعاب سهلين medium the first interview انا بالنسبه لي كانت question 1 كانت well I would say easy medium و follow up ديال question was kind of like tricky it was a very good interview بالنسبه لي و probably the best thing فيها هو كانت عندي a very good experience مع interviewer بيسكو كانت اول انترفيو سو لايك خلاك سوبر ريلاكس وداك الشيء ولكن it was a very good experience بالنسبه لي انا ماك صافي ما كانش ستريس انترفيو الكويشن الثانيه كانت هي كانت I would say at least medium if not medium plus شويه the questions was a bit tricky زعما تبس القاس الكومبلكسي ديالها is a bit tricky yeah. ولكن also there is like تقريبا فاش كنت امبليمونتي it was like there is nothing there is تقريبا nothing better than you can come up with because you're bound by واحد الحوايج واحد اخرين yeah هادشي كنهضر على الاون سايت yeah the third problem was quite I would say based on the, on زعما my experience مع ليت كود I كنت hard yeah صافي اللي قبلك كان يقدر يكون hard بل هذا غيكون hard for sure غير probably انا I overkilled انا I was thinking about like the مثلا عرفت solution ديال انيشا but I was thinking about follow up questions اللي غيسولني اللي قلت لك هو اللي كيسولني شي حاجه عندها علاقه بالبريدجز articulation points من بعد so I was thinking probably I think shortest distance ولا reachability ولا multiple queries ولا شي حاجه بحال هكاك so the way I implemented it كانت شويه بحال كتقول over engineered it's the best yeah probably over engineered يعني كاين اللي يقدر يدير just واحد الالغوريثم but انا used a data structure to help me with that algorithm with that solution
But it was good. I mean, باش يشوفك شاو انت كتامبليمونتي ا فيري ادفانس داتا ستراكشر تماك وسط الانترفيو فيري كومبليكيتد ثينغ وكتكون امبليمونتي كوريكتلي. سو ات واز بروبلي جود. ولكن المهم انا اي ثينك بلي اي اوفر انجينيري ديت. هو قالها لي يعني تما قال لي بلي السولوشن از جود بات المهم انا حسيت وجهه تقريبا قال لي اي ثينك اتس ان اوفر كيل بات اتس اوكي probably هذا ما بغيتش يبين ولا شي حاجه but I don't know they have this kind of tricks ما يقدرش يقول لك الفيدباك واش كيقولش الفيدباك yeah and follow up question was like كيف ما قلت لك اللي عندها علاقه بريدجز and articulation points but she didn't mention كثيرة I can't implement it actually كان اصلا باقي like 10 minutes so انا كنهضروا the system design كيف ما قلت لك انا was a very good experience but also I don't think that I did super good and I feel like I could have done better but it was good for a start yeah. and the first interview كانت كانت عندها جوجل انس ليدرشيب سو يا حيت كان عندي قبل جوج الكود انترفيوز دوك جوج الكود انترفيوز الاولى كانت بروبلم سولفين شي حاجه امبلمنتيشن فيري ايزي و ذا فيرست انترفيو انا اي ثينك بلي كان واحد ميس كونفيس كوميونيكيشن مع هذاك الكي انترفيوي لايك كانت هاد الميس كوميونيكيشن هي ديدنت كلاريفاي بزاف ديال الحوايج و هي ديدنت اندرستاند انا اي ماي كلاريفيكيشنز اباوت ميني اذر ستاف ذس ويل ذا بروبلم هاد لايك تو ابروتشز depending على واحد الكيسز اللي بغيتي تعاود شو لايك اوتبوت واحد الاوتبوت سو اي سيد بلي ذيس از غانا اوتبوت ذيس هو كان تيسحب لي اوتبوت حاجه واحده اخرى اند انا اي ابديت ماي كود لايك ليترالي ديك الساعه باش دير واحد الحاجه باش يولي كي اوتبوت في الكيس ديالو تما ذا سيكند انترفيو واز اي ديدنت اكسبكت ذات كويشن بيكوز ات واز بحال كتقول انجينيرينغ كويشن انستيد اوف فيها بروبلم سولفين بات انجينيرينغ كويشن زعما بحال كتقول انت امبليمونتي واحد الانترفيس ولا كلاس ف صافا شي حاجه بحال هكا سو ويز كايند اوف لايك ويرد بات ات واز جود ات واز ا فيري جود اكسبيرينس اوكي فور جوجل ناس قلتي درتي جوجل ناس اند ليدرشيب كان بيهيفيرال ولا واش كيسولوك نون تكنيكال كويشنز ولا يا دابا كيكونوا بحال كيكونوا جوج الحوايج هما داك الهايبوثيتيكال كويشنز يقول لك سبوز بلي stay say well كيكونوا شي حوايج اللي كيشوفوا يور اكسبيرينس وذ باست هاو ويل يو ديل هاو ديد يو ديل وذ زعما شي حاجه في الباست بحال مثلا هاف يو ايفر بين لايك زعما واش عمرك طلعت لك واحد البارتيه مع مانجر ولا مع شي حاجه تيميت كيدرجي ليها ولا وشي حاجه طلعت لك في الخدمه هاو ديد يو هاندل ات طحتي في شي بلوكاج في شي بروجيكت كيف درتي معاه فهمتي زعما تمي باش يشوفوا واش عندك سام اكسبيرينس اند هاو ويل يو ديل داكشي معاه في الخدمه دي اذر كويشنز ديال هايپوثيتيكال كويشنز لايك سيبوز بلي يور تيم از تراينغ تو امبلمنت شي حاجه وانت يو نو بلي ذيس از نوت جوينغ تو ورك What will you do? Like that, so like that, so depending on how you like, you could be escalating manager. The manager, might solve. Like, no, what there? I'd go like I'm the manager. The fuck, no, this. So depends on the situation. Take if you want to go to literally, so the other me, I'm just like don't be jerk. I'm not supposed to say something word, but don't be rude. I'm the interview. Just be a human. Five million. I'm saying, no, crap. وهذاك وزعما كانت كول بالنسبه ليا تو ذا بوينت لايك سالينا كويشنز داك الشيء انا عاد نهضروا انا وياه تماك وكان تنضحكوا شويه تماك صافي واز جود شي يقول لك اوف كورس دي اسك زعما انت دو يو هاف كويشنز اي اسكد اباوت ذا رول وات دي دو شنو كيخدموا فيه وداك الشيء يا واز جود يا هاد اللي بنت الكود انترفيوز كان واحد الكونتروفيرسي صراحه في التك كلي تيقول لك زعما ما خصناش نديرو بحال هاد القضيه نتاع الالغوريثم داتا ستراكشرز خصنا تكنيكال نوليدج انترفيوز واحد ما عرفتش كتعرف الفاوندر نتاع هوم برو كان دار واحد تويت كان المهم كان هو اللي كريا داك يا هي فيلد جوجل انترفيو قال لك المهم كان قال كتب في التويت قال لك اي روت يو روت ا بروجرام ذات از يوزد باي موست اوف جوجل انجينيرز بات يو دونت نو هاو تو انفيرت ا باينري تري سو واخا ويل سو هنايا كاينين جوج ديال الحوايج لايك يو مايت هاف ذيس سو دابا بالنسبه ليا انا هذا اي ثينك هيز نوت رايت 100% بس هيز اولسو هيز نوت رونغ يا اوف كورس ا كويستشن اي اند اي ثينك هي واز هي اكزاجيريتد وذ ذا فاكت ان انا مش عارف ان فيرتي ان نيتري اور بروبابلي ذا ذا بيرسون هو انسر لايك هو اسك ذيم يا لا ما جنرالي ما يكون اكزاجيريتد هو ما قدرش يعرف هو ما قدرش يعرف بلي هي فيلد بيكوز اوف ذيس يس فهمتيني unless like he got full feedback but yeah let's just say حيت دابا بالنسبه ليا كاين جوج ديال الابروشز تو هاير بيبل ياك بالنسبه ليا اونتربريز في المغرب ياك عندها جوج ديال الحوايج ايدر
it will try to bring someone very special to the company باش غادي شي حاجه واحده اخرى. ديك الساعات can they afford to pay them, to pay them زعما هذيك الفلوس ديال يعني to pay them زعما والاخر زعما زيد عليها هو شنو غادي يجي يديرها ثاني ليدين ولا غادي يدير شي تخربقه. موست بيبل غادي يبغي زعما يدير بغي يدير الصف دير واي, ولكن كيبقاو ثاني هما باوند باي ذا فاكت انهم عندهم كلاينتس. يعني واحد جيب لي واحد اللي غيبقى يقول لك ليتس نديرو غوفون ديال هادي ليتس امبلمنت ذيس لايبراري ليتس امبلمنت ذيس الاخرى, وغتبقى دير لي لك البروجيكتس ديليفري ديال البروجيكتس ديالك فهمتي, اولا ليتس جست سولف ذيس بروبليم ليتس جست سولف ذيس وهي ويل تراي تو كام اب وذ نيو بروبليمز. واي نو ذا فاكت قدر يطيح زعما البروبليمز ديال الاخر يقول لك اجي نسولف فيكسيهم, ما غتقدرش ديليفري حوايج للكلاينت. واخا انا اي ثينك بلي ذيس از كام ماست, يعني ضروري خص يكون عندك واحد بحال هذا في الايكيب. يس واخا الاخرين اللي كيبقاو افونسي كيف ما بغات, ولكن واحد باش يلقى لك سولوشنز اللي غيرون بلاصه ولا داكشي اللي عندك يو شود هاف ديك الساعه على حسب انت شنو باغي تهايري. واو اوف كورس غادي تبغي انت اي وونت سينيور في سينيور واحد اللي عنده اي دون نو واحد عنده اكسبيرينس ويذ ويذ سبرينغ بيكوز انت يو هاف ا نيو كلاينت اللي غادي امبليمنت سبرينغ. بعد ديك الساعه يور برايورتي تو هاف سمون اللي عنده اكسبيرينس في سبرينغ. بات اف يو ولكن ملي غتجي غتقول لي انا عندي واحد لايك هيز جود ذيس جود سبرينغ ياك واحد is this good for spring but هذا is very bad for problem solving والاخر is very good for problem solving ديك الساعات. well and I will prefer انا تاخذ واحد لانه is very good for problem solving because هذا it proves بلي he can learn faster. الحاجه الاخرى اللي انه بيك دابا شحال واحد يقول هذه الهضره هذا ياك but most big tech companies كيخدموا الابروش اللي قلنا ديال انهم كيمشيو على problem solving unless for very specific roles. When you're hired for specific roles, they see both things. Your knowledge related to هذيك الرول تخدم ليه. مثلا you're hiring a network engineer, I'll do these questions in networking. Yes. You can add bunch of problem solving stuff to me. مش عارف خونا how he thinks about problem solving. He just, and I'm assuming your knowledge that matters, but how you approach the problem is what matters most. Yes. فهمتي؟ well, this can be a lie for some people. I'm just saying, but for interviewers, the Wakhan should consider the best approach. You just don't know graphs. Well, you don't know this algorithm, and I'm not cleaning no hire. Well, you can't just believe this gets filtered by the hiring committee. They might think, believe this is a good candidate at the end of the day because Wakhan, he doesn't have this knowledge, but he approaches the problem in a very good way. You see? So, yeah. كيف ما قلت لك ميكس هايري سلا ون فور سبيسيفيك رول يو جيف ذم لايك كويستشنز رول سبيسيفيك. يعني على هذاك الرول داتا ساينتست غادي تسولو على شي حاجه انجينيرين بار يو ويل اسك هيم فور داتا ساينس فهمتي. بات فور انتري ليفل رولز واحد يلاه جرادويتر دو يو اكسبكت هيم تو بي لايك تو ماستر مثلا كاع التكنولوجيز؟ اي ثينك نوت. ويل واخا راه شفتو في السكولز المغرب راه to be honest كاين some questions لا ممكن some stuff اللي خصهم يا ممكن عاوتاني تيقول لك لا يا متفق معاه. كاين عاوتاني تيقول لك لا سيدي راه كاين مثلا فور فانغ كاين الناس اللي عندهم ما عرفت 20 عام ديال الاكسبيريونس وكيفيلوا الانترفيوز. يعني راه يا ميبي هادي از فاليد فور جرادويتس, ولكن مثلا فور واحد اللي عنده ما عرفت اندستري شنو بغيت نقول لك. هذاك اللي عنده 20 هذاك عنده 20 عام you have to hire him for a specific role. ديك الساعة تسولو في hire a specific role knowledge. راه واحد عنده 20 عام experience وكيدير engineering he's supposed to know this stuff. Yes. Because until you're doing engineering, واحد عنده 20 عام experience who is doing mostly well engineering work, building big stuff, building big I don't know hand leading واحد team ديال الاخر, راه you will have to ask. No, كاين دابا currently في Google for example واش دابا هذا اللي عنده 20 عام experience if he applied for staff software engineer غادي انترفيو في الالغوريثم or not I don't know because I don't give that questions حيت ما كان عمر انترفيو like someone that high ولكن I think they might be they might be the unless ما قلت لك هيز غادي تشدو. well حيت انا كنهضر باك جراوند ديال انا مثلا انا خدام في واحد انفراستراكشر so the knowledge اللي infrastructure so we're supporting واحد سيستم اللي it's chubby it's called like a log server it's kind of like a storage system ولا until you're trying to hire someone باش يخدم واحد storage system but well you expect to ask him questions for storage systems especially if it is higher like a higher level hire because هذا غادي يجي يخدم على some specific problems for new hires like L3 L4 L5 قريبا well L5 واخا it's kind of like senior
هذاك راه خصو يكون عنده فيري جود سوفتوير انجينيرينغ سكيلز، يعني موستلي خصو سيستم ديزاين يدوزها فهمتيني بيرفكت. الكويشنز الاخرين راه بليف مي اتس نوت ريلي ذات هارد، راه ما غاديش نجي نقول لك اي دون نو اي في ال تريز ولا شي، راه اتس نوت غانا هابن فهمتي باش امبليمونتيها تماك. ذاتس ريلي ريلي رير فهمتي. واحد اللي هيز اوريدي، عاوتاني كاين واحد الحاجه اخرى اللي كان سام بيبل اللي كتقاهم اللي راه هي بيلد ستاف، بحال ما عرفتش الكيس ديال هاد الاخوان اللي قلتي، راه هي بيلد لايك ان انتربرايز ياك، هو از ابلاين فور ان انجينيرين رول. هو اصلا هيز مايند سيت از كايند اوف لايك بزنس ريليتد. خونا هيز جود ات بيلدينغ لايك ستارتينغ بزنسز فهمتيني، ليدينغ ولا ستارتينغ لايك نيو برودكتس فهمتي. سو ذاتس كايند اوف لايك ا ليتل بيت ديفرنت ذان شنو غيقدر يجي ويدخل ويدير، حيت غتجي وغتحطو في حاجه واحده اخرى. انذر ثينغ، هانت دخلتي جوجل all the knowledge that you have before هير داكشي اللي very very standard، ولا بحال تنقول لك if you want بغيتي تخدم مثلا ب programming language ماشي ضروري تكون كتعرف spring، rather than you have to be good for java itself ماشي. انا I don't care about like you know in spring، حيت غتدخل you'll probably learn a new technology. So خصني نكون عارف كنت بلي you're good for java you can solve problems بجافا. دخل you have to use java حرفيه. Yes. Because you're just gonna build a library. Machine just you're best Spring, but you don't know any data structure of Java. Yeah. You're good with Spring. You don't know what collection Spring can. You don't know how to use Spring. You don't know how to use it. Machine don't know your priority CQ. Well, that's bad. Yeah. Machine. So yeah, depends. Me for fans, that solution didn't know can hire people based on their problem solving skills and algorithmic knowledge. It's been here for a long time when it's proven that it's work. Yeah. It works so low levels. Yeah. Well, I don't know about higher. Yeah, levels. Yeah, my personal opinion صراحة في هذه القضية. Yes, I agree. هاد لابخوش خدام البيج companies, the fang. ممكن يكون مشكل فاش بحال دابا في القضيه نتاع ستيف جوبز فاش كان سي او نتاع ابل، كان كلشي كيقول انه كان جيرك، كان خايب. واللي وقع ان شي وحدين فاش بداو تيبداو الستارت اب ديالهم حتى هما حاولوا يقلدوه. دونك اللي وقع دابا مثلا في الكود انترفيوز، انا مثلا فانغ يس يتيوزز هذا فور جود ريزونز، حيت داروا دي ستادي وشافوا انه خصهم جينيراليست، خصهم ناس كيتش بيج كومباني. اتس ا بيج كومباني. المشكل في موست اوف ذا تولز يو يوز، كيف ما قلت لك موست اوف ذا تولز يو يوز انترنالي ما عندهمش علاقه مع برا. يا سو يا البروبليم شنو تيوقع ستارت اب هذا هو. يا هذا هو المشكل. دابا المشكل كاين لوت اوف ستارت ابس اللي ار يوزينغ ذا سيم ابروتش، الوغ كو هما خصهم ناس اللي عارفين سبيسيفيك نولج. سو شي مرات بحال كيوقع داك التقليد الاعمى depends on their objective. Yes. So Devanchai, like, you want to build something fast. Yes. You will bring someone who already knows that thing. Yeah. If you want to build the best thing, you need a mixture of both. Yes. واحد اللي probably doesn't know the other, but it's good with designing stuff. Yes. If he's going to design شي حاجة اللي فهمتيني scalable. من الأول يعطيك design skill. ماشي. Well, because to be honest, yes. Like in education, I worked with people from Maghreb, especially if this is Zuzi. Yes. Because the code, well, I saw the code examples من بعد ما خرجت من الخدمات. The code, how to describe it? It's trash. Yes. Trash. Well, هنا هذيك it proves بلي هاد خونا هذا just like knows هاد probably he's good with the technology. Yes. I don't know. But you can just get a واحد is implement like do their factory, their بزاف ديال الحوايج. This is a good عندك بزاف ديال شو سميتو هذوك يتسموا design patterns their code فهمتي كيبان لك زعما راه it's good. But ملي كتجي كتلقى واحد الكود it's very well بلا long ولا ماشي long، ملي كتجي كتلقى جوج methods اللي they have تقريبا same thing، the signature وحده كتروني list وحده كتروني int، كتلقى the code is the same. We just add in point size. Well, you're lazy, but you're not lazy enough. We just call your method اللي فوق ديالها point size. كتلقى واحد just like initialize واحد variable null ويقلب عليه ويعاود يتستي واش null ويحط فيه واحد variable واحد اخرى. So, فهمتيني كتلقى بلي تا they know the technologies but their coding skills yes. or problem solving skills are very very low.
which is why I think most like startups companies they're trying to hire talents are like struggling. دبايا واخا كيجيبوا واحد he knows spring me كيجي يحط ليه سي problem very easy, they don't know how to solve it. Well, how do you know, how do you expect انا غنعطيك just bring me a list of elements من الاخرين بغيتهم تريتونا ولا sorted by some value and انا otherwise another value. كتلقى واحد they're struggling to implement it while واحد اللي عنده small experience. Problem solving skills, yes. they're not going to struggle with this. It's going to take them like 10 minutes. Yes. That's why like it was proven believe problems just candidates and good problem solving skills. IBM I think they hire people to make it straightforward the interview level or ICPC. Yes. Why? Because they've been proven to do work they have three engineers instead of one. Yes. I think just question the hiring process working for big tech companies and for companies here to last. صراحة yes, القضية ديال they are proven it's القضية ديال judgment يعني from 5-6 interviews كتعرف بنادم واش he is the appropriate guy or not. So yeah. Well, I think the amount of 5 interviews is probably 5-6-7 is enough. Is kind of like an overkill. Oh. Well, again, I think the idea behind this is also to مسحيد by yes, decentralized. Which مسحيد the fact that no one can do one. Like, well, I can have one bad interview. While if I have other like four good, one bad, which ولا slightly bad. مسحيد has slightly bad. I get leaning no higher. Another candidate got like just leaning higher. While you're going to do bad interviews, you're going to take leaning higher, or leaning higher, and the other higher, and you're going to take higher, and one leaning higher. Not just one, and you're going to take leaning higher. It's Yes. The question is, you want to protect against false positives more than Yeah, exactly. I think it's way complicated than that, because there are interviews and there is like a lot of process behind it. Yeah. Your interviewers are going to write feedback with the tie unless they think they have to justify why they give you that rating. Yeah. Which no there's the interview. I can just say, well, the candidate didn't give the right complexity. Well, again, we can still hiring committee. Hiring committee can just say what. شنو هي الكومبلكسيتي شنو هي الفاليو الكومبلكسيتي اللي قال لك باش عرفنا حنايا باد اور جود فهمتي انت يو جاد تو بي باد باش عرفنا حنايا اتس نوت ذات كلوز فهمتي سو دي كان اسك ياك دي كان ايفن اسك فور ان اكسترا انترفيو و اتس غانا تو نوت باد فور يو انت اللي ما درتش داك فيري جود فيدباك بات فهمتي نقول لك سو ذير از لايك ا فيري كومبليكيتد بروسيس بيهايند ات لي بيرسونلي ميكس مي فيل لايك اي تراست ذات سيستم اوكي بس يا متفق معاك بلي التقليد الاعمى deal has process is bad. You have to know what you need. Yeah. Based on your needs, the size of the But strongly, there's like a candidate that's very strong with this. I would just like say hire. خليهم يتعلموا. Yeah. That thing. Yeah. حيث صراحة اللي بنتع algorithms and data structures. They are very harder to master technology. يعني راه تقدر بنادم يكذب عليك ولا يقدر ينصب عليك بعد يعني شي واحد كتلقى اوكي راه هي نو سبرينغ وبقى يعطيك في الاخر وهذا ويني تحطو فريمون في ان برودكشن سيت ما فهمتش ما كاين هذاك هذا هو هي صعاب تقدر تماستر رياكت في نهار ونقدر نبقى نهضر لك عليه وانت مثلا فهمتي ولكن انا فروم ان انجينير ما عنديش بزاف الاكسبيرينس انا نهضر لك بروبابلي على رياكت يس يو كان هاير مي بروبابلي جا بس يا وات داكشي يس سو ديبيند And it's almost more difficult صراحه more difficult and more interesting و yeah Hiring in general is a very complicated process. Yes. And I think lead hiring from Maghreb should evolve a little bit. Well, again, I don't like them hiring physicists from Maghreb personally. Yeah. But I think them can observe the companies that they hire really good people. They have very good like probably mem process like on go machi mem hatot zem mziyan. But they go for best candidates first, yeah, which is good. Maybe
ماشي فور بيست توكين كانديديت يا كاين حتى لاك اوف كانديديت لاك اوف جود كانديديت كيلعب دور يعني مثلا باش انت خاصك لاك اوف تالنت يس يعني خاصك انت واحد المعت خاصك خمسه تاع الانجينيرز ولكن يا جو بونس زعما بدا هذوك اللي داير غوين تو بي جود بدا في الاول انا كنعرف مثلا ميني ميني اكزامبلز اللي ديجا في المغرب من وراء الليسي ولا اللي في المغرب من وراء كلاس بريبا ولا اللي في المغرب من فهمتيني زعما البيست كانديديتس كاع اللي مال ماشي بيست كانديديتس كانوا في البيست برينز تقريبا في المغرب و عاوتاني من بعد كتقابلات يمكن في فرنسا فهمتيني فور ماسترز باش تلعبها ولا كنمشي للاذر كانتريز واخا انا اي بيليف بلي ذير ار لايك ستيل لوت اوف تالنت اللي كاين في المغرب جست اي فيل بلي حيت المشكل عاوتاني ديال هاد البيست تالنت هما بعد خطرات كيتلقاهم they don't talk زعما very well yeah فهمتي ملي كتحط في انترفيو ما يقدر كاين سام فيزز ني يقدر يهضر مع الاس ار ياك والاس ار ماي ثينك زعما ذيس از ا باد كانديديت وايل ذيس از لايك جست واحد سمارت بيرسون اللي فهمتيني هيز ما كيهضرش بزاف ولا ما كيهضرش عادي زعما فهمتيني وانت واخا حنا عارفين بلي سوفت سكيلز راه حتى هما مزيانين فور سوفت سكيلز بلونغلي تسجل فرونسي كتلعب دور كاين بزاف ديال فهمتي كاين اللي مثلا كتلقى غير مسكين هيرز قال شي كلمه فرونسي اس ار قال ولا ما جاش لابس مزيان لابس قوي ميجو كوستيم I think كاين شي بروبليم اوكي كتسمعني بونس وقع شي بروبليم في اوكي سامحش يا نهضروا على واحد الكويشن شنو كتقرا دابا انت شنو كتعلم زعما في هاد الايامات شنو كنتعلم زعما it's been a while that I didn't like زعما learn something specific yes I was mostly concerned about like some stuff that I have at work زعما اللي ما عندوش كنخدم على شي حاجه a bit complicated I had some blockages so that's why I don't learn like زعما بزاف ديال الحوايج But I was getting back to learn Haskell for a while, and I was learning about some advanced systems. مثلا كنت قريت paper ديال Chubby, which is the system اللي حنا we're supporting. واحد paper قديمة ديالو by Google. Just to understand how it works, قريت paper ديال Zookeeper. I'm probably going to read some papers ديال some other. كنت قريت paper ديال Paxos which is واحد consensus algorithm ديالها I tried to implement it myself for a while this mostly I'm mostly interested in like learning about like بحال كتقول advanced systems ولا complicated systems اللي part of infrastructure ولا storage ولا low level systems so this kind of stuff to be honest the technologies ولا other languages Haskell, I was mostly interested by Haskell. وخرين كنخدمو either for work, so I learned from this or that. And from Java, I had experience with it. كنخدمو في computer programming every day, تقريبا. But C++ is for work, ولا Python, or sometimes Golang, and some internal languages. So I don't feel the need زعما باش نقرا programming languages specific باش ندخل into details. But yeah, زعما sometimes like some books about Haskell that you can find here. لي ما عادش رجعت ليهم يا شنو كدير غير هضرتي على الخدمه عندك بلوكرز شنو التيب ديال الخدمه اللي تديرو زعما في جوجل سو اوكي انا بارت اوف كيف ما قلت لك انفراستراكشرز يا انفراستراكشرز اند ستورج ويتش از سو حنا وير سبورتين واحد تو لوك سيرفرز وان اوف ذم اي كان توك اباوت بات ذا اذر از كولد تشابي اند اتس ا لوك سيرفر ولا can you configure file system which has a public but it's highly consistent any strong consistency lock server li katqadar just have directories ولا files li katqadar if you want to use fium smia ديال fium like some information li based on it you can implement مثلا let's say a naming service ولا based on it you can implement a on top of it you can implement also leader election which has a halakak so you can read about the paper it's called like chubby the lock server which has a halakak yeah. By the way I think zookeeper is implemented based on that paper they are on yeah. And it's very close to zookeeper except it's like very very huge and it's used by google camera and everyone uses it
directly ولا indirectly. And it's really like low level. يعني بحال كتقول من نولد تقريبا. Part of infrastructure and some other systems li منهم some like storage systems li on top of them مثلا implementing بحال spanner big table which I have like and our service is used by all of these included زعما كاملين و some even some our lower levels so we're supporting that server و had a service هذا و bunch of like components li match make some proxies and some stuff و another log server which is used for other stuff. Chahua is very used and useful for many other stuff. It's for locking niche and mafiz and mishahadat of dakhrin. So our job is to make sure Blihad service is running 24/7 and it's very reliable. So most of the work we're doing is like just around making sure Blihad service is reliable when new features there or Chahuma integrated reliably. Oh, but in any language. I think this, well, both of them are implemented in C++. Client libraries are probably in C++ and Python. But yeah, they're both implemented in C++. The Chubby is a very old one, so yeah. Very old C++. The other one is kind of like a little bit modern C++. But clearly thinking about the code for Nishan, and I changed a few times code for both of them, but not them. I can't go into deep because it's kind of like a little bit implemented, like complicated. Mostly devs only kikono and don't like very good knowledge. Now, however, we're building stuff that are like software that's going to support head system. Well, there is a tool that is like used by many teams. Google helps us actually roll new version to production. Yeah, roll new versions of the system to new product to production. We roll back or whatever. Also make changes to production. I'm working on some kind of like projects. I'm trying to migrate واحد stuff that do واحد حاجة اسمها black box monitoring, which is basically trying to test your system بحال كيف ما غيخدموا users. So I'm trying to migrate our black box monitoring من واحد tool اللي كان قديم and it's deprecated to a new tool. And it's almost done. The issue is sometimes when migrating and some stuff they are not supported, either you have to talk to the other team, is it to support their own, or you have to find some workaround, sometimes you just, in my case, for example, I just got rid of like some stuff they cannot block only because they don't make sense, or replace it from like some other more sensical stuff. Also working on a project to migrate, has the versions, like how we roll out versions, deal system, get one of our service to production to a new tool باش يكونوا more بحال كتقول follow more واحد strict واحد حاجه اللي بحال كتقول mandate اللي كاع التيمز تقريبا خصهم يكونوا كي followها باش يكون like شي more reliable. Yeah. Except it's a little bit hard باش انا نديرها because the way the things is are designed doesn't work well with the service. كاين بزاف ديال blockers اللي and I don't want like I was trying to solve مثلا well if I use, for example, the tool as it is, it's just gonna update the service arbitrarily. زعما غتقدر تابديتي واحد الاوردر اللي انا ما بغيتوش, but the order can affect the performance of the service. Yeah. So I designed it a way باش انا if we do it like in another way, updating واحد specific order, ماشي specific order, but updated in a specific way, the service is going to be more available. And more reliable, availability system. So instead of updating it, service available for 15 seconds, yeah. 3 seconds instead will have 5 seconds at most. So downtime because well when you update a service, especially in this case, downtime will have a which is fine in the SLO deal. So mostly this, and I was working on another project just to add some kind of like security by eliminating واحد unilateral access. بس ما يقدرش أي واحد يبدل في production. They need some approvals and some. مثلا if I want to let's say turn down a job ولا نبدل شي حاجة في production, yeah. I need approval from someone else. So I designed a way of doing it and I used a bunch of tools to implement it. Yeah. So this kind of stuff. So I'm working just like around like supporting head services, which is going to be more reliable.
and building software that's going to, it's another black box monitoring. I had to implement black box monitoring in C++, but migrated new tools, so it was kind of, and run the service. So I'm running a service like black box monitoring that other service talks to, but she can't execute it exactly. No, it talks to the service to be black boxed, to be monitored actually. Yeah, so mostly this is the kind of work I'm working on, the work I'm working on specifically, and I personally as well. So I hope I was clear. Yeah. Because I couldn't go into super details. Yeah. Internal. So, yes. I understand that. درتك قبيلة على consensus algorithm. واش زعما كتقيس شويه في الكريبتو حيت المهم هاد الايام داير صداش كتقيس شويه حيت عندها علاقه بالكونسنسس اون سامثينغ لايك ذس واش كتقيس في الكريبتو ولا يو ار اواي بعيد عليها نوب بيكوز ام المهم ذا كونسنسس الجوريثم اتسلف ولا مثلا باكسوس ولا شي حاجه ويل انا مور انترستد لك ان ذا الجوريثم اتسلف والابلكيشنز ديالها كيجيو تقريبا من بعد بيكوز موستلي يو كان امبلمنت key value store بها ولا شي حاجه بحال هكا but yeah I never like ما عمري درس لا ما عمرك زعما قريتي شي حاجه في ما قريتي في كريبتو ولا قربتي لها كاع ولا ما تركينا بوت ماشي بزنس ريليتد ستاف ام توكين اباوت تكنيكال ستاف زعما بحال هكا يعني بحال مثلا تقول بلوك تشينز ولا شي حاجه I don't know because ما عنديش بزاف I know زعما how things work let me see the map by قريت عليهم شويه some videos some stuff but I never implemented something myself I just like know the concept to like shit to be honest now I'm curious I'm not sure which consensus is kind of like related to this which باش نقدر نعرف زعما واش well if it's related then probably I should know like she so yeah I'm gonna learn about it after our call يا هضرتي قبيله البروغرامينغ لانجويجز زعما هاو اوفن كتقرا شي بروغرامينغ لانجويج ولا غير واش كتقراها زعما واش كتعلمها اوت اوف نيسيسيتي ولا كيوريوزيتي ولا فومو ولا واي اوكي سو اي وود سي ذا اونلي لانجويج اللي قريت فريمون زعما قريت وانا كنت قريت ويل ذا فيرست ماي فيرست اكسبيرينس كانت مع بي اس بي يس اس بي 5 وقبل لك شي وقال بي اس بي 4 شويه بعد بي اس بي 5 موستلي من بعد well JavaScript of course was the language اللي learned about it زعما most وخا I'm not very good with JavaScript I just learned about it because كانوا داك بزاف ديال داك الambiguities وداك داك الconcepts اللي خصارفهم داك الhoisting و scopes and everything so kind of like this kind of stuff اللي كانوا mostly خصني نعرفهم ضروري otherwise Java was my primary programming language اللي كانت اللي بزاف ديال الحوايج ولكن عمري زعما دخلت very very deep زعما to be honest to well because probably I'm comparing myself with the Mehdi who's been like very so yeah and C of course C شوية C++ مهم C mostly I'm not good with C++ وخا كنقدر نأبليمونتي بيه بزاف ديال الحوايج ولكن I think I miss a lot of stuff so C هو اللي كنت قرينا خلاص في لافاك so probably Java قريت Golang وأمبليمونتي فيه شي حاجة شوية Haskell, of course, like we read it in the other, and we can read it once again. I feel a little bit bad. I don't feel like strong anymore about it. I forget a lot of things. So we can read it again. I didn't learn any language specific, but I just understood that I had this habit of wanting to implement something. Yeah. It's or I wanted to change code. I don't find it easy. Just give me the code. Give me what you want me to do. I will just like find like spend some hours trying to understand the code shwiya and then adapt it to the language there. Yeah. So I don't. Of course, if I need something, I just Google it. I'm the language that the people who Google it. For example, I don't know. Snow the package that can be found in Python or something like that. Java mostly I mostly know most packages, but I still look for best way of doing stuff. Of course, like sometimes you look at someone you know. Yeah. But I'm not really that much. I learned Chinese. I can learn C++ because I needed to implement some stuff. But like, I'm not really completely that course camel del C++. Spring, I can learn as well. But that's a framework. But yeah, I'm not into like learning. I'm not into like learning.
التوتوريال بقى نتفرج فيه كتجيني شويه ممله وكتجيني شويه صعيبه واخا كندير ليه 1.5 1.25 كتجي شويه في الخطرات صعيبه اللي كنوصل بها خلاص 1.75 انا جوست مرات ثلاثه ولكن ما كانت اتس شي مره يا شي مره صراحه خاصه المهم غير ديك القضيه ديال الهاكر ابروتش كتمشي خاصك شي حاجه كتقلب عليها وكتبقى غادي واخا كتكون شي مره اكزاكتلي شي مرات كتكون كيقدر يكون دي بروبليم يا sometimes شوف بك يكونوا probably احسن ولكن خصو شوف اللي غيقريوك some specific stuff كيقريوك ماشي يقريك لانجويج ولا شي حاجه بحال هكا وين تيقريك بحال كتقول الكونسيبت انسيد يا ثم مثلا غتقرا 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 بروغرامين لانجويج اللي فانكشنال شي واحد اللي يقريك ذا كونسيبت اتسيلف والباراديغم على انك تقرا لانجويج اللي غتقرا على داتابيزز ما تمشيش تقرا شي داتابيز ما تقرا على داتابيز انترنال ولا داتابيز يا واحد الكتاب كنت خرجت واحد الكتاب بحال هكا على جو سميتو كونكورنسي ان جو وقيله It was interesting. Yeah, so I can. Yeah, look, هو النص النص الكبير ديال الكتاب ما كيهضرش كاع على جو كيهضر على الكونكورنسي That's زعما it's interesting صراحة. Yeah, مثلا كاين بزاف ديال الحوايج اللي بحال هادو هما اللي كيجيوني are worth it. Yeah. More like much better انك تمشي تقرا على language itself. دخلنا في تكنيكال بزاف نهضروا شويه على المانجمنت واش كتفكر شي نهار تولي مانجر ولا تكنيكال مانجر ولا شي تكنيكال برودكت مانجر ولا كتقول اوكي اي ويل بي ان انفيديوال كونتريبيوتور حتى نموت سو ما كنتش عليك انا ويل بيكوز جوجل ضروري خصك تعلم واحد الحاجه سميتها ليدرشيب سكيلز يس ات سام بوينت ضروريين سو اي دونت مايند بي ا ليد ياك But being a manager في جوجل بهذا الخصوص I don't كاين بزاف ديال الحوايج اللي comes with it زعما كاين بزاف البرايس اللي كيوليو نتي ريبورتي وليك كيوليو عاوتاني يساوي بصح شي حوايج اللي مثلا كتجيب واحد بيرفورمانس ريفيو خصك تكتب عليهم شحال هذا which I don't like and I'm more into being like, I can lead stuff lead projects technical stuff ولكن باش نكون مانجر اللي غادي يكون عنده داك شو هذاك مانجمنت work هو اللي ما عجبنيش Yeah. So I prefer to be IC. I don't mind to lead, but yes. still be an IC. You see, at least in the upcoming 5 years. Yeah. يا هاد دابا كاين صراحة كاين هاد الخطأ اللي كاين وخصوصا في المغرب كتعاود بزاف هادشي من 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 لونيفرسيتي وانت طالع كاين داك البروغراماسيون ديال كيبروغراميو بنادم ديال انك هادوك الناس اللي كيكونوا اي سي تيكونوا مكلخين ولا انت خصك تولي المانجر باش تضرب فلوس بزاف ودير اقل عدد ديال الخدمه ولا شي حاجه بحال هكا اتس موستلي فلوس بس يا كاين سام كاين شي بلايص اللي اي سيز كان واخا هو اي سي وكي ريبورت على المانجر ان بروبلي كيتخلص اكثر منه سو سو ذاتس واي لايك بروبلي وات يو دوين از موست امبورطانت بس يا اوف كورس انا حيت كنهضر انا كومبيرينغ تو مانجرز جوجل مانجرز جوجل موست اوف ذم ار لايك تيكونوا really good yeah. because they still sort of low level مثلا L5 L6 غالبا تيكونوا باقيين كيديروا technical work yeah. كطلع شويه الفوق يوليو كيديروا like design work اللي كيكون mostly impacts very good very like a lot of teams and a division or شي حاجه بحال هكا so that's why probably managers beside the management واخا كتلقى بني اي سيز اللي كيديروا هاد الخدمه اي سي ما كتلقى كيريبورت عليه واحد ولا جوج صافي وهو كيريبورت شي واحد وما كانش كاع هذوك الجوج يحيدهم من الريبورتينغ ديالو وبقى ما لازم ما فيش ندير حماق ديال الاخر سو اند يو فري تو دو ذات زعما عادي بريس متفق معاك في المغرب كاين هذا العيبه ديال انه اف يو وان بي مانجر ولا ديليفري مانجر شي حاجه ذاتس غانا ميك يو بير ولكن اتس اسوسييتد واحد حاجه واحده اخرى وحنا المغاربه فينا واحد القضيه ديال انه كنقلبوا على اسهل حاجه اللي واخا دير الخدمه خاص تبقى مرتاح يا هذا هو المشكل هذا هو المشكل اتس لايك ا تراب بنادم بحال كيبغي يبعد على الصهد وتيمشي تيمشي للمانجمنت واخا ولكن راه كيمشي للمانجمنت تما كان اي ثينك اتس ا باد ابروش انك تبعد على التكنيكال يس يس كتقول لي جاني صافي المشكله دابا البروبليماتيك اللي تنشوف زعما التراب هو انك تقدر تمشي للمانجمنت و باغي ترتاح وفي نفس الوقت انت مانجر واخا انت مانجر تقدر دير شحال من حاجه ولكن حيتاش انت جيتي بديك المايند سيت ديال باغي ترتاح ما كديرش داك الحاجه كتقعد تخبى ما كتبقى تخبى اند اي ويل سي بلي زعما يور ليفلز غانا ديكلاين و اوف كورس ويل اي دونت نو بل انا بيرسونلي كيقول بحال غادي اسمي شويه يفوت اي موست اسمي شويه غادي يو غانا داي تكنيكلي ات سام بوينت
فهمتيني يعني حتى واخا تكون معنا تري فيو اي دونت براكتيس راه كتبقى في نفس ليفل ديالك في دونت ليرن راه هاو ار يو جوين تو كونتريبيوت والله واخا نقدر نقول لك بلي موستلي كاين اللي غايقول لك بلي الرول ديال التكنيكال ليد هو اللي يدير هادي بار ان ماي اوبينيون ماناجر حتى هو خصو يكون شويه عنده ديال واش ميم حتى المانجمنت يا ميم حتى المانجمنت فيها تكنيكال ستاف ابار تكنيكال اللي عندهم علاقه بصرف شو انجين مانجمنت از نوت ايزي يس يس it's not an easy job this is going to yeah مثلا managers google kijuni like super and I work very close to both my manager yeah and his manager both of them both projects living under Mac yeah. and can change code concept of manager ديالي باش ريفيو yeah I'll tell you manager ديالو باش ريفيو some other stuff when it's fine يمشي ولكن design log it's a play away شوف هاي ريفيو sometimes technically we get all like that shit يمشي so فهمتي my manager can خدم انا وياه close to the projects وخا هو راه he have like more decisions like what kind of projects انا نخدم عليهم what kind of projects we should prioritize what's any the thing the difference between if companies become big companies and google specifically who now I can choose I can influence indirectly which is by the way the goal of a lead راه هو اللي تقريبا كيدير هادشي well of course manager can be a leader sometimes but if you influence fin your team is going so you propose problems like I mean projects you have this problem we have to fix it why and how we can fix it this is how we should go ماشي ضروري تكون انت اللي غتامبليمونت ديك الحاجه may probably you design it probably someone else is going to design it فهمتي yeah. so you kind of like shape also like fin غادي التيم ديالك ولا فين like the kind of projects your team should focus on besides the fact that now there could be some other projects li well another team wants this so you have to implement this where they have this struggle well we have to get rid of this and this bzaf ديال teams uses it the wrong way let's talk to them let's make sure see their needs implement stuff li they are going to make their life and our life easier and then exactly the amount closely based on migration ولا so this kind of like stuff when a lot of projects li مثلا حنا we were trying to get rid of واحد بارسيال li we have to get rid of all users li كيخدموا بها باش يدوزوا حوايج واحد اخرين and not necessarily everyone can because كاين شي واحد اللي كيكون عنده واحد very specific use case and you have to address the specific use case فهمتي so this kind of like stuff this is كنقول لك well the role of an IC راه can be indirectly leading like shit so and this is like probably the best way ولا the right way of doing stuff managers باش يكون غير like I'm just gonna give you tasks and stuff ولا assign to you bugs yes cringy I need to know بلي راه انت اصلا you're the good person you're the best person for that الاخر ولا you want to work on that yeah if it's mandatory I have to find a compromise Mac انا باش تخدم عليه because there is nobody else اللي كنخدم عليه ولا يكون عنده an idea behind it فهمتي مثلا well the whole one of the projects that I was working on شوف واحد خدم عليه في نيويورك very equivalent and stuff and there was assigned something li is very similar to that actually of course there are like some differences and I just like designed it my way can a lot of intersections ma actually علاش ما كانش يخدم عليه هذاك خونا اللي ديجا خدم هذاك الخدمه بحالها when I asked like my managers the purpose behind this هو كانوا تو ideas first حنايا عندنا تيم سبليت نصف نيويورك نصف في دبلن if that person ma kanش or if that person leaves حتى واحد اخر ما عنده اكسبيرتيز في ديك بارتي هذيك يعني كلنا غنمشيو نقراو ديك بارتي باش نشوف شكون هو ذا فاستس غانا سولف ذيس ايشيو مثلا طراف داك الشيء سو واي اف اي ورك اون ذا بروجيكت هنايا سامون ايلس ان دبلن وركس اون ات ليك سات وي هاف سامون ايلس هو نووز اباوت ذيس سو وي هاف انستيد اوف لايك وان جو تو بيرسون وي هاف تو جو تو بيرسونز بوث سايدز دي بوث كان شير اكسبيرتيز وثاني حاجه باش ماشي كيبقى غير هذاك يقول لك وي دو ذيس we do that could you like he can say I will do this and انا غنجي نقول ليه مثلا nope because if we do this it's gonna cause this problem he has any mishafash هو because I see it differently ولا same thing happens yes, so like collective knowledge ولا I can say there is like this new thing that we can use فهمتي ولا we can collaborate to find like new ideas so this kind of like stuff اللي كاين managers اللي تما خص يكون عندهم تيكونوا فهمتيني بحال كتقول some like evil suspicious ideas ولا شي حاجه اللي انت ما غتبانش لك از اي سي غير ما تازر ديها ان بيربس فهمتي يس سو يا انا اي فايند جوب ديال لايك بين ا مانجر اي دونت ثينك زعما اي وود بي ا جود مانجر ات ليست ناو سو فور واحد ات ليست 3 بروبلي 4 5 ييرز ما
I'm not intending to be a manager. Okay, انا نهضروا دابا انا قبل ما نسالي ونهضروا على ديفينيشن اوف سكسس. شنو هي الديفينيشن تاعك اوف سكسس؟ شنو كيفاش كتشوف النجاح؟ شنو هو التعريف ديال النجاح؟ هادشي الا كان اصلا شي تعريف. اون جينيرال ولا بالنسبه لي انا بيك اي ثينك اتس اتك هذا اتس اتس هاد الكويشن از كاين اوف لايك مور ريلاتيف تو ذا بيرسون لا يا يا اوكي نهضروا عليك انت ونهضروا على جينيريك ديفينيشن اوف سكسس. واخا انا بالنسبه لي well I don't think زعما حاليا I'm really that successful and I don't think زعما I'm doing bad either. I kind of like regret like a lot of stuff that I wanted to do زعما وما درتهمش, but also زعما I find a way to see if I can find replacements ولا to still do them while doing some what I'm doing right now. ولكن I still زعما it's probably because I'm surrounded by like a lot of smart people like Shiales كتكون في الخدمه ديما ديما لك demon there is like a room where you can evolve ولا كتشوف راسك بلي you can do better. داكشي علاش I still think that I can do like I still think that I can be in like in a much better place ولا ماشي much better place but still do like much better work ولا work on much more complicated stuff. So for me I really don't know زعما where I am right now زعما I have to think about it but I certainly think that I need to do better, like to do better, but in meaning I need to work harder on some areas and and learn many other stuff. There are like a lot of stuff that I need to learn. That's why like I had like a question recently about why don't I change the team, which has a panic. And I like my answer is straightforward. Currently I'm learning a lot of stuff about the service itself. والاخر كاين بزاف ديال الحوايج اللي سراوندين نهار اللي نعرف راسي بلي ما بقيتش كنعرف حتى شي حاجه نتعلم حتى شي حاجه جديده لا كيدوز شي سيمانه ولا شهر ما كنعرف راسي نتعلم حتى شي حاجه جديده الاخر داك الساعه that's when I'm going to move on. Yeah. So probably like زعما I think there is like no limit to success and I have in Siberia. Yeah. You just like where you are right now and where you want to be ولا where you can be. If you want to be somewhere else you just like have to work on your skills, your stuff and learn شنو هما الحوايج اللي خصني يكون عندك باش تخدم عليهم. And it's also yeah, كاين بعض الخطرات اللي وكاين نقدر نقول لك واشني بلي probably once you feel like you're a very comfortable position, yeah, in a very comfortable environment, like you can find you can think about it like as a success. ولكن there is like another thing like to not بس ما ننساوش هو success is not necessarily tied to الخدمة ولا الكارير. راه كاين بزاف ديال الحوايج لايك think about like how are you doing mentally ولا physically ولا كيفاش داير نتا your relationship مع your family فهمتي. Is career the only thing you want فهمتي زعما واش نتا باغي تبقى غير تخدم واش كاين شي حوايج واحد اخرين اللي باغي ديرهم ولا لا مثلا yeah can you some other goals اللي تقدر ديرهم دابا انت قلتي بلا there are something اللي you regret شنو هما دوك اللعيبة ماشي I regret but and at some points I had like either conspiring did like a PhD and there are like a lot of stuff that I can read beside نقراهم like either computer science or maths ولكن ما well I had to go to work because well financial situation didn't help. Yeah. So probably I was probably نقدر زعما like the thing when why don't I just like do a PhD now which has a hell of a so yeah kind of like things بحال هكاك كاين بزاف ديال الحوايج واحد اخرين اللي I think I should كان خصني نكون ديجا عارفهم ولا خصني نكون ديجا بحال كتقول I missed a lot of time شي حوايج اللي كانوا probably كنت نقدر ندير فيهم حوايج واحد اخرين so this kind of stuff otherwise yeah I'm not have to find a good example for you. Yeah okay so yeah زعما قلتي دابا فور يو قلتي فور يو المهم هربنا شويه على الكويشن في الاول هي واش يور ديفيل زعما فوقاش تقول مثلا I am successful and زعما واش زعما شي واحد most people are dreaming of something and maybe انت عندك some vision كيفاش كتشوف yourself okay. كيفاش كتشوف yourself successful دابا maybe فاش غتوصل لديك البلاصه غادي تقول اوكي غادي نحاول نشوف حاجه مي دابا how do you see okay. yourself sure. Yeah, sure. So first thing first, زعما نكون like
of course very civil مع راسي زعما personally and family and you have your plans اللي كيكونوا very organized. Yes. Beside we can have like work life balance. ونكون I know like the fact that أنني صافي like time of work is work and I enjoy my work. خصني بغيت نكون زعما the fact that أنني صافي I love what I'm doing. Yeah. 100%. لما ما كاين زعما sometimes you feel bad about it which you have had a gag. For career wise I want to be in a place where I'm a very like package will doing as much contributions to the team or the company or the work I'm doing as I can and doing the maximum. Okay. You see? So helping as much as I can or actually like that person who knows mostly everything about like that stuff you're working on who makes it better. Yeah. Or any working on something new. Like I would say that once probably I work on something new, like find something new, or design something you did. That's probably when I will call myself successful. Contributions to life in general, work with she has data. Yeah. Making probably life of many people easier. Yeah. وهذه your definition. قلت لك بلاش definition of generic definition of for other people. واش كاين شي generic definition؟ Yeah. Yeah. أنا كنقول زعما كيما قلت لك it's kind of like relative. So yes. In فضل واحد يشوف راسه بلي so he achieved like most of the goals اللي كان باغي like basic role basic goals. We couldn't like in a very mentally physically financially stable. You wake up in the morning, so I think that's probably means like you're kind of like successful. I think you should never compare your success with other people. You can compare it for the good. Yeah. Like in Messi for because well everyone have everyone has like their own capacity to do خدمة. Yeah. And aslan you like you have your own skills. So I would say once you know your unique skill, and you know them how. How to best use it or benefit from it in terms of resources and then invent new stuff or let you I don't know if work or if personal life it could be just entire case because Rasman you have this skill so once you're good with Zama just me show you're doing that Zama constantly doing it successfully then probably getting money from it that's probably when you can call yourself successful. And of course, like once you're like very, زي ما عرفتي ديك ال كتلقى راسك زي ما you're always learning something new. Yeah. So yeah, probably to make him, I would say, be someone is successful. Give me like never compare your success with someone else. Just compare it. You just take it as example. مش تقول هذاك راه هو فين خصني نوصل ولا هذاك فين خصني ندير. Rather just find the stuff اللي you want to do. Once you reach that goal you want to do, like said, you can call yourself successful for that part here because there might be like success for other stuff down. Yeah, هذيك الجرنال you can fail some other things. Yeah, هذيك الجرنال سؤال الاخر هذا واحد السؤال شويه فلسفي وقاص شويه اللي هو واش كاين شي generic meaning of life شي معنى عام ديال الحياه علاش زعما حنا عايشين. Okay, so yeah, so واحد القصة اللي كنت حيتني فيها فيسبوك وقلت لك إن عندي واحد I was kind of like burnout ديك القصة بالذات بالخصوص. Yeah. So I don't know I didn't know which I am doing the right thing. شنو كندير أنا أصلاً فهمتيني مبقيتش عارف راسي شنو كندير ما كان حامز الخدمة ما فهمتيني مبقيتش enjoying ذاك الشيء اللي كندير. So and I learned about واحد الكتاب سميتو probably كاين شحال من واحد ماج but I think the book is very very good. Helps me to find inflow. And the example okay, that I like, how like trying to find now, well, like the definition of happiness. Yeah.
ولكن indirectly they were talking about واحد state ديال المايند اللي هو كتكون بحال كتقول كيسميه فلو اللي هو نتايا كتكون super concentrated لدرجة انك كتنسى الاخر. You can دابا المشكل هو انه I tried it زعما في الاول كتقول زعما I remember بلي فاش كنت كندير سيبي قبل ما زعما نقص شويه مع الخدمه وداك الشيء كتكون واحد القيت اللي كتقدر تبقى في كونتيست 5 سوايع وانت مكونسونطري باخونت كنمشي للخدمه كنلقى راسي كنبقى نشوف ليكرون ما باغيش ندير حتى حاجه من داك الشيء. So what I tried to do في ديك الوقيته هو I tried to find meaning من هذاك الشيء اللي كندير انايا. So okay, this is like probably this is a very very damp work that I need to do. Let's make it interesting. Yeah. فهمتي؟ Once I try to make هذيك الخدمة interesting, enjoy it myself, or make it more challenging. يعني مثلا we could do it better, we could do this. Why not doing this? Why not getting paid or partying or anything? Trying to find like challenge myself, learn stuff. زعما تخدم شي حاجة جديدة ما عمرك خدمتيها. تماك I started to feel زعما بلي I'm enjoying work, enjoying my life. فهمتيني in general وتيكن as much زعما مثلا كنلقى راسي مثلا كنمشي للخدمة صافي كنبدا الخدمة فرحان عاجبني الحال كنخرج نتغدى I'm enjoying full time الغداء فهمتي and كتمشي مثلا كتعاود تخدم كتمشي للدار كتلقى راسك you're feeling good كتهضر مع العائلة تريح معهم you make contact فهمتيني كتولي يعني كتخلي ديك الكونيكشن مع العائلة because they are the most important parts of your life. So خصني تبقى هذاك الكونيكشن instead of like كل واحد يدير حاجه بوحدو. And then when you get the class, when you get the weekend, you can start do activities. Meaning of life to make me give you, I know you're كت profit من الخدمة دي من النهار ديال كامل. مني كتجيت ناس صافي كت it's another chapter اللي نغطلي. It's a new day, new everything. The other part هو حتى انت like ما كتبقاش زعما you will just start looking for new stuff. منهم مثلا انا كنت يلا started to look for new opportunities instead of like just بقى في comfort zone. صافي راه خصني نمشي another country, خصني نمشي another like another city probably, خصني نلقى another company because ما هادشي صافي بارك عليها نقلب على شي حاجه. And then you start challenging yourself, and as long as like you're trying to find yourself in a better position, I think that's probably when you're mostly living. Yeah. Otherwise, if you're just like going with flow, the snowmaking, these the packages will have these ideas, which has a character. So that's probably not it. Yeah. Well, of course, because we have sometimes little breaks and sometimes we need to like just relax, but did well. Yeah. But yeah, continuous improvement, that's why we live them all. Which makes us happy. Yes, exactly. Yes, exactly. Enjoy whatever you're doing. Yeah. You can find yourself just doing something that I don't know. Probably I'm going to do fabrication mechanic or something like that. But the correct way of doing it, I know, okay, I will try to do to enjoy my work وغاي خليني انني ندو بس باش غادي نتعلم for sure غنتعلم new skills for sure فهمتي ديك ساعات well I can think of هذيك skills اللي developed باش انني نخدمهم في حاجه واحده اخرى. يا هضرتي قبيله على هضرتي على فايندين فلو قبيله هضرنا على السوشيال ميديا كنتي قريتي كتبه في ستاف ديفلوبمنت قريتي كتبه في البسايكولوجي شنو ما كتب اللي تقدر تريكوموندين؟ Yeah, I'm not going to say that. But the finding flow it's very small. It's just a read. I think you can just read it. Yeah. I think I read it for like 5 days or 7 days. Well, the question you can mind made there is I'm off the heat social media most of my free time. Can the power of habit, which is a very good book. Yeah. Because the power of habit, make it. I learn habits. But also key like makes you aware of the fact that habits are like very strong. And the power of the at home, like it's as the name says, the power of habits. They are very powerful. And the best how like the best way you can use new habits. Yeah. Okay, in another book, Lee, some people might find it a little bit exhausting, especially for some details.
شوية advanced, but I think it's still a very good book. اللي هو I think it was named let me try to find it. It's slow. Yeah, it's Thinking Fast and Slow. Yeah, it's كتبوا a Nobel Prize winner. It's Daniel Kahneman. واقيل, yeah, it's a Nobel Prize. Daniel it's بديش فيه وما كنتش كملته. It's an interesting book صراحة. Yeah, it's very interesting. We deserve the new knowledge. But it's a very hard book. And then if you learn, it's not a definitely a book about startups. Yeah, دك شو هلا شو بدي think and find slow بحشكل ديال روبرت جرين. مش تقول شو بلش قرأهم بس تريلاكس خصك أنت تخدم عقلك معهم. Yes, exactly. Let's concentrate yourself. Yeah. Another book اللي I think it was named David and Goliath. Which كاين outliers ديال مالكوم غادويل هو بجوجهم ديال ديفيد اند جولايت is kind of like a little bit شويه philosophical but it's really good كاين outliers yeah. Outliers are very good it's very good book as well كي يشرح لك زعما how kind of like very as like people mostly بحال كتقول لو outliers في الكوميونيتي كيفاش تقريبا what they were doing. Yeah. Okay, so like many very very useful stuff like مثلا like the fact the 10,000 hours. I don't remember those kinds of mentions but like seven. Yes, هو اللي كان جاب ذاك النمبر. Yeah, so these are mostly the books اللي are very very good. Otherwise fantasy books in كان كيعجبني لاخر سميتو شو ديال سميتو ديال واحد كاتب ميس بورن. Let me try to find the name. He kicks bzaf the smishu Brandon Sanderson. Kicks bzaf the fantasy books. Kenya hda. It's a very long story, but it's a very good one. I think. Well, it's just like if you want to relax. Yeah. حلاك تفرش في anime. حلاك تقرأ في anime. It's more. كنت فرش anime, but قرأت manga. شنو كنت فرش؟ إنا anime. Most standard ones. At first, بزاف ديال الحوايج وحدخرين, but I was fan ديال ناروتو وبروتو دابا شوية ولا عيان. One Piece حبستو شحال هادي, I don't watch it. What's the most recent one اللي تفرجت فيه؟ كنت عاودت شو سميتو ماشي, كنت أول مرة تفرجت فيه الآخر Full Metal Alchemist. كاين بزاف, of course, كاين بزاف ديال الآخرين اللي تفرجت فيهم اللي very standard زعما ماشي. The series is sometimes I the more like the series less but need to say yeah The Witcher and I'm so I'm yeah. not a fan of sort of series مثل نتفرش بزاف كي جد بس السيريز يجروك فهمتي تكون كتب كتشوف حلقه well of course ما كنتفرش بزاف تقريبا ولكن sometimes اللي كنجي شي series اللي good I just like watch it. Sometimes I just rewatch. She has a little just for really hard for us. I'm just gonna enjoy it. Yeah, and this is about guest referrals. You are the only one so far. اللي تريفيرا مجوز ديال الجز. كده ريفيرك مهديش راشر وريفيرك الآخر الكسيس. So أنت الوحيد. أنت الوحيد اللي مش مصين شيء جوز المرة. كين شيء هديش بغيش تشوفه في البودكاست تسمع ليه اللي بس واقع كتعرفه أم بيرسون ولا أي بغيت تسمع ليه. It's a hard. دابا بغيت نقول زعما موعد ناصر موعد جو بونس ما بغاش هو في لندن ياك yeah I think he's not more into this yes هو ماشي يدير I think his story I think I summarized both our stories تقريبا yeah. because هو is very very similar زعما his story is kind of like very similar to what I did قرينا انا وياه في الليسي وقرينا في لافاك وكنا very close friends من شحال هذه that's why Yeah, probably the Shikam Niklikum is kind of like it's Kun. So Kenny and some other people, I don't know, like I don't know the machine name, but probably most people you can join are like Googlers, Kaliban. Yeah, Kane, machine, more Kane Googlers, Kane Tech Entrepreneurs, Kane Wah, yes, من EWS. Became some others live Moroccan companies.
So زعما جنرال اي واحد ما كاينش زعما ماشي زعما اتس نوت تكنيكال بودكاست واخا دابا هضرنا في التكنيك اتس نوت تكنيكال بودكاست اني وان كان زعما كان بي ا جيست اوكي بغيت اي واز ثينكينغ اباوت لايك سام توبيك انستيد اوف اوكي ليا so the kind of topic I was like mostly interested like in people who have this kind of like knack for business doing business yeah. stuff and probably managers blah some people who have like an MBA or something yeah. we've had Nadia he's technical and at the same time كان دار دابا هيز بزنس هيز ا بزنس جاي كان جانا واحد محسن كان حتى هو هيز ناو واحد الانتربرونور في فرنسا سلمى المهم حتى تشوف البودكاست وي هاد سام بيبل سلمى مستعد شي واز ذا فاوندر اوف واحد كلين باور كلين انرجي ستارت اب سو يا كاين بحال زعما انا زعما الى عندك سامون اوت اوف مايند شي واحد سام نيم Yeah, can another Googler who's been at Google for a while, let me talk to Scott. Yes, absolutely, yeah. He's in Switzerland. I never had like a close contact with him, but I know for the fact that he's a very Ahmed Kaskash, and I was mostly friend with his bigger brother, Ayub Chawa, as a Googler. So probably we can see the experience there because he's been at Google way before us. And I think he's from Muhammadiyah, and he works on something related to AI. I don't know if Yeah, but well, I'm mostly interested in how he sees stuff. Yeah. Well, for example, the same questions later on. Otherwise, I really, Zama, don't have Zama's like a very good idea of whom I can. Okay. Zama, some specific. Otherwise, there is Omar Salim Musa, who's like also a friend of us. The good thing about Omar Salim Musa is. He wasn't a computer science major. He's at Google Mountain View. Yeah. So it's going to be probably hard to have him like for a great time, but he's also very good. Keen also Marwan Benalla, who have probably knowledge of cryptocurrencies and blockchains and stuff. Is a Googler also or not? I don't think so, but probably not. Yeah. So, yeah, Ken Mohammed Khalil. Ibrahim, yes. He can tell us probably his experience with competitive programming because he's probably was more successful than I for domain ada. He's also working on something different for now. So yeah, these are the names that I can name for now. Okay, good referrals. شنو هو الفيدباك ديالك على البودكاست؟ كيفاش جاتك الاكسبيريونس؟ It's a very good experience صراحة زعما أنا نسيت I lost like track of time by the way. Yes. It was a very good discussion زعما it helped me to reflect on some personal stuff which obviously probably I need to rethink about them ولا think about them again. Yeah. Can some questions the unexpected داكشي اللي قلت لك It brought like a lot of stuff. Probably can have some and it's a good time. Needs personal information. Yeah. So yeah, thank you so much for your invitation, and I really enjoyed it. Yeah, that's Khalid unexpected. Yeah, that's the idea behind the podcast. I know it's like what. مش حاجة عفوية فهمتي ما كيش. داك الشيء بقى والله الا مش مشاشي كاع لكن غلبات ساعه سو يا ما شنو نبقاو نديرو بحال داك الشيء ديال التلفازه نبقاو نوجدو داك الشيء يكون زوين اكزاكتلي المهم مزيان يا جاست اي هوب زعما ماي اكسبيرينسز هيلب زعما سمون ايلس تو نو زعما شنو باغي يديروا في لايف يا ثانكس ا لوت ذاتس بروبلي ذا بيست ثينغ وي كان دو يا سو لا ثانكس اتس ا فيري انسبيريشنال ستوري صراحه from لافق ضربات to working into Google زعما راه دابا you are showing people and it's doable فهمتي بحال هذيك القضيه فاش جيت exactly. yeah, so maybe غادي شي واحد يشوف هذا البودكاست one day it will be at Google or something yeah. else or maybe experience of competitive programming علاش لا سو يا شكرا بزاف خالد العزيز انا عارف دابا تقريبا شي ساعتين خديتك من وقتك شكرا بزاف ماشي سلم على مهدي
شكرا بزاف واخا يلا الله يحفظك شكرا بزاف شكرا بزاف يلا يلا مع السلامه.